بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعتدنا في كل سنة في مثل هذا الشهر أن نستعرض واقع العالم، ما الذي يدور في الدنيا، كيف نراها وكيف نرى أنفسنا فيها، لأنه دائما في مشكلة كبيرة في قراءة الواقع أنها في الغالب رؤية، والرؤية ليست منظومة كيميائية ولا فيزيائية ولا علمية. الرؤية هي مفاهيم تتشكل في عقل إنسان بناء على ملاحظات، وهذه المفاهيم تتشكل أيضا بناء على رؤية، بناء على منظومة معرفية، على منهج تفكير، على أشياء كثيرة. ولذلك نحن معشر العرب والمسلمين نحتاج دوما أن ننتج رؤيتنا الخاصة للعالم حتى نستطيع أن نفهم العالم وفقا لمعايير نتصل بها من خلال منهجيتنا المعرفية والحضارية، وكذلك من أجل أن نفهم أين نحن وكيف نتصرف، لأن فهم العالم ضرورة من ضرورات فهم واقعنا. لا يوجد منطقة في العالم، لا يوجد على الإطلاق على وجه البسيطة منطقة أكثر تأثرا بموازين القوة الدولية من منطقتنا نحن. نحن في قلب العالم كما وصفنا رب العالمين الأمة الوسط، جغرافيا، استراتيجيا، حضاريا، جيوسياسيا، اقتصاديا، نحن الأمة الوسط. لذلك إذا ما فهمنا ما الذي يدور في العالم لا نستطيع حقيقة أن نفهم كيف نتصرف ونتفاعل مع هذا العالم، بل كيف نتصرف ونتفاعل في شؤوننا الداخلية حتى المحلية والإقليمية. فبالتالي فهم العالم بالنسبة لنا ضرورة أكثر من أي أمة أخرى، وهذه نقطة في غاية الأهمية. والعجز عن فهم العالم أو محاولة توصيف واقع العالم يؤدي دائما إلى نتائج كارثية أو إلى أحلام طوباوية. وبالتالي حتى نمنع الطوباوية المثالية ونمنع الرغائبية أيضا القائمة على تمني واشتهاء واقع ليس موجود، ونمنع كذلك النظريات التشاؤمية العدمية المطلقة، نحتاج دائما أن نقرأ العالم قراءة صحيحة. طيب، قراءة العالم في نظريات. النظرية الأهم الموجودة الآن في مراكز الدراسات الغربية، واللي أنا طبعا يعني دائما أحاول أن أطلع عليها من أجل أن أفهم وجهة النظر الغربية، لأنه مهم جدا أن تفهم كيف يفكر الغرب في العالم، وليس بالضرورة أن تفكير الغرب في العالم هو الحقيقة، بل مرة ثانية هو رؤية الغرب للعالم. من هنا لازم إحنا إن رؤية خاصة فينا، وهذا السبب إنه إحنا بنعمل هذه المحاضرة كل سنة. المنظومة التفكير الغربية قائمة بالأساس على موازين القوة. تعريف موازين القوة وفق النظرية الغربية هي تلك القوة التي تمتلكها الدولة أو اللي تمتلكها الأمة أو الكيان، وتستطيع من خلالها أن تستخدمها لقهر الآخر أو لإرغامه على القيام بشيء يعني لا لمصلحتك، من أجل مصلحتك. كل نظرية القوة في المفهوم الغربي النابعة من النظرية الرومانية القديمة، وأنا تكلمت عن هذا تفصيلا في بعض المحاضرات، في الحقيقة تقوم على مفهوم القوة، مركزة السلطة والمال بيد الأقوى. لذلك الغرب عندما ينظر إلى العالم ينظر إلى القوة الصلبة المتمثلة في القوة العسكرية وفي القوة الاقتصادية بشكل أساسي، وهذا يلتحق به طبعا القوة التقنية، التكنولوجيا والإبداعات والاختراعات، ويلتحق به أيضا القوة العددية، كل الأرقام. ولذلك الغرب مبدع في الرقم. الرقم إذا احتجت أي أرقام ارجع طوال لك الداتا، والداتا هذه في كثير من الأحيان مضللة كاذبة، مش لأنها مش دقيقة، هي دقيقة لكنها كاذبة. لماذا هي كاذبة مع أنها دقيقة؟ هي كاذبة لأنها نزعت من سياقها، فالمعلومة عندما تنزع من سياقها تتحول إلى معلومة كاذبة مضللة. ينبغي أن نحن نستطيع دائما أن نفهم العالم بمعلومة صحيحة في سياق صحيح، فإذا انعدم السياق عن المعلومة تحولت المعلومة إلى كيان مضلل. ولذلك لماذا يضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء؟ لأن الظالمين في كثير من الحين يتبعون منهجا مثل هذا،
هو المنهج المادي في معرفة الحقائق والأرقام والوقائع على الأرض، ولكن بالآخر ما بتزبط معهم. ليش يا عمي ما بتزبط معهم؟ ما بقول لك والله تفاجأنا، مش معقول هيك الدنيا. طب ما هو هيك الدنيا. طب تفاجأت أول مرة افهم إنه منهجك غلط، تفاجأت المرة الثانية فتش ليش أنت غلطت، المرة الثالثة غير. لكن العناد النابع من التأله المادي ومن أنك المسيطر ومن أنك القوي دائما يمنع الإنسان عن رؤية الحقائق كما هي. فانتبهوا لهذا الشيء في غاية الأهمية. أنا عشت حالة والحالة أنتم كنتكم عشتوها، لكن مرات إحنا بننسى. إحنا عشنا حالة أفغانستان في سنة 2001 بعد 11 سبتمبر، قرر الأمريكيون غزو أفغانستان. ذاكرين؟ تعرف الجيش الأمريكي جيش في ذلك الوقت، يعني عدم مؤاخذة 2001، مجرد أن تقول الجيش الأمريكي يثير الرعب والفزع والاستسلام المطلق من قبل أي قوة أخرى في العالم، مظبوط؟ قررت أمريكا أن تهاجم من؟ أفغانستان. شيء أفغانستان؟ حركة طالبان. شو حركة طالبان؟ ميليشيات من الشباب الذين يتحمسون لأفكار معينة، مثاليين، حالمين، ولكن حقيقة إمكاناتهم الرقمية وفقا للمنهجية الغربية صفر مقارنة بأمريكا عمليا، يعني لأن القوة الأمريكية القاهرة لا يمكن لها أن تقارن بالقوة الأفغانية أو الطالبانية في ذلك الوقت. وفعلا وفقا لكل التقديرات الأمريكية والتقديرات العالمية نستطيع نخلص على الموضوع في أول كم يوم، وهذا اللي صار. نعم، القوة الأمريكية القاهرة خلصت على طالبان عسكريا في الأيام والأسابيع الأولى، لكن بعد 20 سنة هزمت. طيب أنت الآن إيش بتفكر؟ بتقول هل انتصرت أمريكا أم انهزمت في أفغانستان؟ هي انتصرت في الأسابيع الأولى، طلعت طالبان من كابول وألجأتها إلى الهروب إلى الجبال والتحصن في الكهوف وإعادة التموقع ما إلى ذلك، ولكنها بعد 20 سنة هزمت وخرجت ذليلة ذلا غير مسبوق إلا في حالة واحدة في فيتنام، مع الفرق في مستوى الذل وتأثيره على وعلى الهيبة الأمريكية، لأن هزيمة أفغانستان حدثت وأمريكا في صعود فما تأثرت فيها كثيرا، أما هزيمة أفغانستان حدثت وأمريكا في هبوط، فكانت هزيمة أمر وأنكى وأخطر على الأمن القومي الأمريكي، لأن الهزيمة للقوة العظمى تفوح منها دائما رائحة الدم، ولما تفوح رائحة الدم الآخرين يبدأوا مباشرة بمهاجمة الضحية. بعد 6 أشهر من هزيمة أفغانستان دخلت روسيا إلى أوكرانيا، تذكروا؟ هزمت أمريكا، خرجت القوات الأمريكية في أغسطس 2021 في شهر 8، دخلت في فبراير 2022 روسيا دخلت إلى أوكرانيا. مباشرة الصين بدأت تجهز نفسها لأخذ تايوان، وسنتكلم عن هذا الآن تفصيلا. إذن انتبه إلى كيف أن الله جعل سره في أضعف خلقه، يعني أن هذه الفئة من الناس التي هي في معايير مراكز الأبحاث والدراسات الاستراتيجية ليست موجودة على الخارطة العسكرية ولا تصنف ضمن أي قوة عسكرية معينة وفقا للإحصاءات الأمريكية والإحصاءات الدولية، تستطيع أن تهزم هذه القوة العظمى. كيف هزمتها؟ هزمتها بالإرادة، هزمتها بالصبر الاستراتيجي، هزمتها بالقدرة على التضحية، هزمتها بتقبل فكرة أن تتخلى عن نمط الحياة الذي رآه الغرب هو الهدف الاستراتيجي من الوجود. الأمن الأفغاني كان يأخذ قطعة من الحلوى اللي هي مش حلوى، يعني التوت المجفف، يحطه بجيبته ويطلع على الجبل ويقعد أسبوع زمان يقاتل، وكل يوم كردو مع الكلاشينكوف. الأمريكي كان يمشي ب 42 كيلو جرام من العتاد، وإذا تأخر عنه الوجبات الساخنة أو تأخر عنه المدد والعتاد هو انتهى وانهار. فكان ذلك الأفغاني المسلح فقط بتلك الأدوات البسيطة، والمسلح بالإرادة وبالإيمان وبالقدرة على التضحية والصمود، وأنه مفهومه للحياة الكريمة أهم من مفهومه للحياة السعيدة بين قوسين، لأن الغرب طور مفهوم ونظرية happiness الحياة السعيدة. شو يعني الحياة السعيدة؟
دخلك يكون كويس، عندك سيارة، عندك بيت، عندك إلى آخره، مبسوط، بتروح بتشتري الأشياء اللي بدك إياها، وبتتفرج على الأفلام الرائعة اللي بدك إياها، وبتحاول يكون عندك هذا النمط من الحياة. هذا الهابينس، the pursuit of happiness، هذا أحد الأركان الأساسية للمفهوم الأمريكي في الحياة. لكن للمفهوم الأفغاني في الحياة، لا والله، الحياة الكريمة في الدنيا والسعادة المطلقة في الآخرة. طب كيف هذا عادي بدها تصير؟ إذا السعادة النسبية في الدنيا التي يقدمها الأمريكي ستنهار بعد زمن. لماذا؟ لأن نفسها قصير. أما السعادة المطلقة التي يقدمها الوعد الإلهي ستبقى خالدة. فأنت في منظومة ما بين الخلود وما بين الفناء. وفي الحقيقة الذي حدث في أفغانستان ليس هو بدعة من القول، وقع في أماكن كثيرة جدا. اليوم يقع في غزة ذلك مثله وأكثر منه. ولذلك إذا كانت أفغانستان قد كسرت أنف أمريكا، غزة فقأت عين أمريكا اليوم. ليش؟ لأنه في شيء عجيب عماله بيحصل في العالم، بدريش أنتم منتبهين ولا لا، حنتكلم تفصيلا عنه بلغة الموازين التي أعرفها أنا كموازين قوة حقيقية بناء على منظومتنا الحضارية الإسلامية. أول شيء الذي وقع في غزة، توقيته جاء في لحظة العالم فيه قد يأس من النخب الحاكمة جميعا، النخب الحاكمة اقتصاديا، النخب الحاكمة عسكريا وسياسيا، النخب جميعا في العالم، أوصلت العالم إلى درجة هائلة جدا من الفشل. كيف؟ طب اتفرج شوف اللي حاصل. في كان عندنا في أمريكا واحد اسمه روزفلت، ذكرينه؟ قاد العالم في الحرب العالمية الثانية، وبعده أجا واحد اسمه أيزنهاور، مش هيك؟ وقادوا العالم، وكان لهم تأثير، وكان لهم شخصية، وكان لهم اعتبار. بعدين اليوم غمض اصحى بتلاقي واحد اسمه ترامب، وبعده بيجي واحد اسمه بايدن، انتهى الموضوع، صح ولا لا؟ طيب في الحرب العالمية الثانية كان عندنا واحد اسمه ديغول، رجل عظيم قاد فرنسا نحو التحرر بوحده، خرج لحاله، جنرال ديغول خرج لوحده إلى بريطانيا وطلع على التلفزيون وقال أنا أعلن الثورة، معوش حدا، لدرجة إنه القائد البريطاني اللي قابله مشان يعمل عنه تقرير ويرفعه للكابينت لمجلس الوزراء كتب تقرير مضحك، روح اقرأه التقرير، شو بقول؟ قال التقيت برجل رأسه كحبة الأناناس وجسده يشبه الباذنجان ويزعم أنه سيحرر فرنسا. وهذا ديغول اللي رأسه مثل حبة الأناناس ورأسه وجسده كالباذنجان حرر فرنسا وأصبح رئيسا لفرنسا، وكان رجلا معبي مكانه. بعدين غمض واصحى لكن ماكرون أمامك، لاحظين؟ يعني عارف التباين. طيب نروح على بريطانيا، كان عنده واحد اسمه تشيرشل، قال أمن خلق الله، شايف كيف؟ رجل يعني ما شاء الله كان عنده قدرة خطابية هائلة وقدرة على المكر مخيفة، ماشي، قاد بريطانيا في بين الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية وعمل إنجازات عجيبة جدا وأشياء. بعدين غمض وصحى بتلاقي ريشي سوناك. طيب روح على 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 كندا، روح على كل مكان في العالم، أين النخبة؟ ألمانيا ميركل وألمانيا شولتز، النخبة الحالية الحاكمة في الغرب نخبة فاشلة، نخبة مهترئة، متهالكة، ضعيفة. ليش؟ هسه بنيجي ليش، خليها شوي ليش، خليها معلقة. طيب بنيجي بعد هيك للنخبة الاقتصادية. النخبة الاقتصادية زمان كان في العالم تنوع في الاقتصاد، مش ممكن ومش معقول ومش مناسب للإنسانية جمعاء إنه يكون واحد عنده تريليون دولار وبقية البشر ميتين من الجوع، مش معقول. يعني في شيء غلط في الكون لما تجد أن رجلا يملك مئات المليارات من الدولارات في مقابل أمم وشعوب تهلك من الجوع، فاعلم أن هناك شيئا خاطئا. هذه النخبة الاقتصادية الفاسدة تدعم النخبة السياسية الفاشلة، ونشكل نظاما دوليا قائما على الفساد والفشل. فماذا يقول الإنسان المسحوق؟ تأتي غزة في لحظة العالم سئم الفساد والفشل، ولذلك جاءت غزة في اللحظة التي كان الناس يبحثون فيها عن رمز من رموز التضحية والفداء، كان الناس يبحثون فيها عن نموذج من نماذج الوقوف
ضد هذه السلطة المهترئة. وأخطر شيء في غزة أنه ما راح ضربت عدم مؤاخذة فرنسا في مالي، ولا ضربت بريطانيا في مكان ما في جزر في الفوكلاند لاند، ضربت في قلب المنظومة الغربية تماما، في إسرائيل، في الكيان الصهيوني الذي هو الثمرة الأنضج للفساد وللفشل السياسي والاقتصادي الأمريكي والغربي. أبدا، هي النموذج الحقيقي والوحيد الباقي لمنظومة الاستعمار والهيمنة العدوانية التسلطية التي قامت بمذابح في العالم منذ 300 سنة ووصلنا إلى ما وصلنا إليه. هي الثمرة النهائية، هي التجسد للعدوانية الغربية، التجسد لفكرة المذبحة الجينوسايد، التجسد لفكرة الهيمنة. هذه أمريكا، هذه إسرائيل. فتأتي أنت من فئة مستضعفة في الأرض، أيضا ليست مسلحة إلا بالإيمان بالقضية والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقيم اللي الغرب كله بيعتبر أنها كلام خزعبلات وأمها، تأتي وتضرب في عين هذا النموذج. فالذي حدث في العالم أن النخبة جميعا بالمناسبة، النخبة السياسية تقريبا بالإجماع، يعني حزب العمال اللي مش حاكم في بريطانيا يقف إلى مع حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا في نفس الموقف في موضوع غزة، صحيح ولا لا؟ ماكرون اللي حاكم بقف بالضبط مع ليوبان اللي مش حاكم المعارضة له نفس الموقف. في كندا ترودو بقف مع نفس السيدة في نفس الموقف، المعارضة تبعتهم. في كل مكان في العالم تجد النخبة تتحد، النخبة الاقتصادية والنخبة السياسية تتكاتف مع بعض وتطارد هذه الفريسة وتفتك بها وتخلع عنها كل ستر استترت به عبر القرون الماضية. طيب وين قيم الليبرالية يا جماعة؟ مش انتم اللي علمتونا القانون والنظام الدولي والعدالة الإنسانية والمساواة وحكم النظام القانون؟ طيب ويني؟ مش مهم. هنا أصبحت النخبة الفاسدة والنخبة الفاشلة متحدة جميعا من دون ستر. العالم شاف هذا الكلام، الناس العاديين اللي هم قرفانين أصلا من الفشل الاقتصادي ومن الفشل السياسي الموجود في مختلف أنحاء العالم خاصة في العالم الغربي، وجدوا أنه هذه النخبة الآن أصبحت حتى من دون ستر. طب 90% من الناس الآن اللي بتظاهروا من أجل غزة عمرهم ما سمعوا بغزة، ولا أصلا دروا غزة وين موجودة. وأنا أزعم أن معظم ما يحدث في العالم اليوم ليس بالضرورة بسبب أن الناس تتعاطف مع البني آدم الفلسطيني فقط، ولكن لأن الإنسان نفسه وصل إلى درجة من القرف واليأس على ما لديه من نظام، ووجد في غزة النموذج، ووجد في غزة القشة التي قصرت ظهر البعير والتي قدمت له نموذج في التضحية وقالت له يا جماعة ليش ساكتين اتحركوا. فغزة أصبحت نموذج، أيقونة للتحرر، والناس تريد أن تتحرر من أنظمتها الفاسدة، فوجدت غزة مثالا يحتذى. ولذلك هذه اللحظة تاريخيا غريبة جدا وعجيبة. وهذه اللحظة أيضا جاءت في نقطة غريبة جدا في العالم، أن العالم، أنا كنت أقول لكم دائما حكينا العام الماضي وكم كل مرة في رمضان بنقول إن يا جماعة منظومة الهيمنة في العالم تتحول، تتآكل في الغرب، تتصاعد في الشرق، صحيح؟ دائما بنحكي هيك. طيب السنة هذه ما زال هاي النظرية صحيحة؟ مش ما زال صريحة، صحيحة. كانت زمان تمشي مثلا بمسافة 100 كيلومتر في الساعة، اليوم بالصواريخ الضوئية. لماذا؟ التحول اليوم أسرع. وشكرا مرة ثانية لغزة، وشكرا لأفغانستان، وشكرا لكورونا، وشكرا لكثير من الأزمات التي وقعنا فيها، سرعت من أفول ذلك الصنم الذي كان مهيمنا على كل شيء وصعود قوى أخرى تحاول، سواء كانت قوى وسطى أو قوى كبرى. القوى الوسطى موجودة حنتكلم عنها، والقوى الكبرى الموجودة في جنوب شرق آسيا مثل الصين. العالم يتغير وبسرعة. طيب هي آسيا هذه اللي بتتغير قاعدة بسيطة؟ 70% من سكان العالم يعيشون في آسيا بالمناسبة، 70% من سكان العالم يعيشون بآسيا، صحيح؟ آسيا فيها 6 دول نووية من مجموع 9 من كل أنحاء العالم، صحيح؟
هسه في عدد سكان قادرين على تعويض أي نقص سكاني، أي عمالة، أي إنتاج، أي استهلاك، بينما في الغرب قاعد يذوي ويشيخ ويكبر في السن، واللي بذوي وبيشيخ وبيكبر في السن لا بنتج ولا بيستهلك. فإذا لم ينتج ولم يستهلك في منظومة لا تقدس إلا الإنتاج والاستهلاك، إذا معناته أنت وين ماشي؟ ماشي في عملية تراجع. أمامي رجلين من فلاسفة هذا العصر. الأول فيلسوف فرنسي اللي هو إيمانويل تود، بجوز قرأت عنه سمعت عنه. إيمانويل تود الذي تنبأ في عام 1976 بانهيار الاتحاد السوفيتي، وكتب كتابه عن الانهيار الأخير، وقال فيه أن الاتحاد السوفيتي قطعا سينهار بسبب منظومة الاجتماعية والاقتصادية والتي لن تستطيع أن تصمد أكثر من فترة من عقد أو عقدين من الزمن، وانهار الاتحاد السوفيتي. في الأيام الماضية نشر كتابا عن The Decline of the West، أفول الغرب. كويس، ماذا يقول في هذا الكتاب؟ بقول أن انتبه، وهذا مش أنا اللي بقوله، والضخنفر المسلم المنتمي إلى الحضارة العربية الإسلامية، لا، بقوله إيمانويل تود اللي هو علماني ليبرالي عايش في فرنسا طول حياته، ابن الدولة الفرنسية، ابن المجتمع، ابن الثقافة الغربية. يقول إيمانويل تود: الثقافة الدينية التي كانت أساساً من أسس التقدم الغربي، خاصة البروتستانتية، الآن انعدمت. قال مرت بمراحل ثلاث. المرحلة الأولى كانت مرحلة الاندفاع والانطلاق، وكانت هذه في بدايات القرن الماضي، وأسست واقع جديد في العالم، في بريطانيا، في شمال أوروبا، في أمريكا، واقع قائم على قيم العمل، قيم الأسرة، قيم المجتمع، قيم الفضيلة إلى آخره. ثم بعد ذلك عبرت إلى مرحلة ثانية بالخمسينيات والستينيات بسميها المرحلة الشبحية، بقي فيها صدى من القيم الدينية، بينما بدأت القيم الدينية تتآكل في الحقيقة، لكن هذا الصدى للقيم الدينية ظل مشغل المكينة، فاستمر الأداء الغربي متصلا في الصعود دون انقطاع. ثم بعد ذلك يقول: في زمننا هذا وصلنا إلى المرحلة الصفرية. ما هي المرحلة الصفرية؟ قال: انتهت المرحلة الشبحية بشيء كاشف فاضح لا يمكن ستره، يعلن رسميا عن انتهاء ما يسمى بالمنظومة الدينية، ألا وهو إقرار زواج المثليين. هذا كلام إيمانويل تودز. لما أقر زواج المثليين في الغرب، معنى أن المنظومة التي كانت موجودة عمليا ولكنها مهترئة متآكلة ولكن شكلها حاضر، انكشف عنها الستار فانهارت. اليوم قال: نحن نعيش في اللحظة الأخيرة للمنظومة الغربية، اللي هي اللحظة الصفرية، لحظة انعدام القوة الدافعة لبناء الحضارة. وبالتالي يرى أن الغرب خلص، قد حسم أمر انهياره، مش أنه بنهار، قد حسم الأمر. ليس من السهولة أن تعود مرة ثانية لإعادة بناء تلك القوة الدافعة لبناء المنظومة الغربية. هذا الرجل اسمه إيمانويل تودز، وكتابه موجود، فأرجو أنكم يعني تتابعوا. لم يترجم حد علمي إلى العربية، وربما حتى لم أعثر عليه الآن بالإنجليزية، فقط عثرت على بعض ما كتب عنه. الثاني فيلسوف اقتصادي اسمه مايكل هادسون، H-U-D-S-O-N. هذا مهم جدا، تابعوه في اليوتيوب وأقرأ كتبه. هذا رجل كبير عمره 83 سنة، رجل من كبار الفلاسفة في الاقتصاد الغربي، وتخصصه تيارات الاقتصاد العالمي. يرى أن هناك خللا جوهريا في الدي ان اي للحضارة الغربية تفاقم في الوقت الحالي وسيؤدي إلى انهيار اقتصادي هائل. والخلل هذا مرة ثانية اللي بيحكيه مايكل هادسون مش أنا، الخلل الذي تأصل في الحضارة الغربية منذ نشأتها إلى يومنا الحاضر هو منظومة الربا، البنوك، الفائدة. قال: منظومة الفائدة والدين، الدين والفائدة، الدين والفائدة نخرت النموذج الاقتصادي الغربي وأوصلته إلى لحظة لا يمكن العودة منها. يقول: أوروبا اليوم ويست لاند، باللغة الإنجليزية هكذا يقول، أوروبا أصبحت الآن منطقة فارغة تماما اقتصاديا. بيقول: إذا أرادت الشركات الأوروبية أن تعيش عليها أن تهاجر من أوروبا، تذهب للصين،
تذهب لأوروبا، لآسيا، تذهب لآسيا، تذهب لروسيا، لكن لا تبقى في أوروبا. أوروبا لم تعد مكانا آمنا لنمو اقتصادي سليم. مايكل هاتسون. وفي قراءته للدين يخرج من المنظومة الغربية إلى منظومة سابقة على الغرب قبل 3000 سنة، يبدأ من حضارة وادي الفرات والنيلين، الفرات ودجلة، ومن هناك يقول أن الحضارات التي استمر بقاؤها كانت دائما لا تسمح بالدين، وإذا كان هناك دين تسارع مباشرة إلى سداده حتى لا يتراكم ويصبح عبئا على الإنتاج ويصبح عبئا على البشر. وكل الحضارات ابتداء السومرية والكلدانية ويعد البابلية وغيرها كانت دائما دائما تسدد ديون الأفراد حتى لا يصبحوا عبيدا لدى المنتجين. أما الحضارة الغربية فلم تفلح في ذلك، ولذلك وصلنا إلى اللحظة اللي رحت فيها. هل يعقل أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن في شهر فبراير، إحنا في مش فبراير الماضي، الخزانة الأمريكية رسميا قالت أن إيراداتها كانت 271 مليار دولار، إيرادات الخزانة في شهر واحد 271، بينما كانت نفقاتها كم؟ 567، الضعف. طب كيف بنعوضه؟ بنعمل سندات. تعرفوا أن أمريكا كل 100 يوم تصدر سندات بتريليون دولار. طب كيف هذا الاقتصاد حيستمر؟ في لحظة ما بده يفقع. فبالتالي نحن أمام حالة، هناك فيلسوف يتكلم عن رؤية حضارية للإنسان وللمجموع، وهناك فيلسوف آخر يتكلم عن رؤية اقتصادية، والاثنان يقولون يا جماعة ترى الأمور مش مزبوطة. فهنا لما أقولكم هذه اللحظة لحظة هبوط حقيقي، هي لحظة هبوط حقيقي. مرات اللحظات الهبوط أنت بتنفعش أنك تشوفها إلا لما تبعد عنها شوي، لأنه لما تنغرس في التفاصيل والوقائع والأحداث اليومية بتشوفش مليح، بتعمل زوم أوت وتطلع برا تتفرج على العالم. خلينا نشوف مظاهر هذا الواقع. أنت بتذكروا في عام، في شهر فبراير من عام 2022 قرر بوتين غزو أوكرانيا، كويس جدا، وإحنا تكلمنا عن هذا الموضوع تفصيلا وقلنا ليش أنه قرر غزو أوكرانيا، وكيف أنه كل من سيحكم روسيا طامعا أن يحول روسيا إلى إمبراطورية، طامعا أن يعيد لروسيا كرامتها الوطنية، ينبغي عليه أن يفكر برد وصد عدوان الناتو على أوكرانيا وعلى جورجيا وعلى كل الجدار المحيط بروسيا. هذا شيء طبيعي، هذا 101 في علم الجيوبوليتكس، واللي بقول غير هيك معناته معوش خبر، يعني لأنه ما في دولة محترمة، في دول غير محترمة تقبل إنها تهان. الدولة المحترمة التي لها عقيدة نابعة من حضارتها، وروسيا موجودة كحضارة من القرن 9 الميلادي، وهي ترى نفسها دولة دوما دولة حضارة وليست دولة أمة، لأن روسيا فيها على الأقل فيها بحدود 130 إثنية وفيها 62 دين مع معتقد، وبالتالي الشيء الوحيد الذي يجمع كل هؤلاء هم هي الدولة، لأنه انهيار الدولة يعني تفكك روسيا تماما. فلذلك اعتقاد الناس بالدولة اعتقاد وجودي، والدولة هنا لما يصبح اعتقاد الناس بالدولة وجوديا الشرعية الممنوحة لها بتكون فائقة، ويتغاضى في كثير من الأحيان عن نقائص أخرى، فقد لا تشعر بأن الديمقراطية فرض واجب في هذه الحالة إن كانت الدولة تدافع عن السيادة. وين المشكلة؟ وخاصة عندها في العالم العربي إنه الديمقراطية مش موجودة والسيادة مفقودة، إحنا ضايعين في الحالتين. لكن على الأقل لما تشعر إنه في حد بدافع عن سيادة البلد وبدافع أمام العدو وبيقف أمام الضغوط الخارجية، أنت بتشعر أنه عدم مؤاخذة، أنا إنسان محترم في بلدي، بلدي محترمة، صحيح أنه أنا مش ماخذ حقوقي الكاملة، صحيح أنه في فساد في المنظومة، لكن على الأقل الشيء اللي حاصل أفضل بكثير من عدمه، لأنه عدم التفكك. وأنا رأيت العدم أيام بوريس يولتسن، رأيت لما أراد الغرب في لحظة ما، إذا بتذكروا لما بوريس يولتسن أصبح رئيسا لروسيا، أراد الغرب أن يحول روسيا إلى شيء مفهوم بالعلاقات الدولية بسموه normal state، دولة عادية. كيف يعني دولة عادية؟ يعني دولة بتعمل ديمقراطية، نظامها الرأسمالي الليبرالي هو اللي بحكم، ودولة بتتبع المصالح الغربية، ودولة لا تقول بالحضارة والإمبراطورية والكلام الفارغ، دولة لا تقيم للقيم التاريخية والذاكرة الجمعية والوعي المجتمعي أي اعتبار،
ونمشي وفقا للمعايير المتفق عليها في العالم الغربي. هيك بتصير انت محترم. هكذا كان المطلوب من بوريس يلسن، ومشى الحزين في هذا الشيء، وباع روسيا تقريبا، باع كل شيء في روسيا للشركات الغربية. ولكن اكتشفنا بعد فترة من الزمن انه ليس فقط اوروبا تريد منك ان تصبح كذلك، لكن تريد ان تهينك، فتريد ان اولا تحرمك من فضائك الجيوسياسي كاملا. اي شيء اسمه فضاء جيوسياسي استراتيجي لروسيا يجب ان يختفي. ولذلك بدأ توسع الناتو، رغم الوعد البريطاني والأمريكي لأوروبا والأوروبي لروسيا بأن الناتو لن يتوسع. إهانة بعد إهانة، إلى أنه لم تطق روسيا هذه الإهانات، لأنه في الآخر بالإضافة أنه هذه الإهانات اقترنت مع حالة من الفقر وحالة من ضياع الثروات وحالة من النهب والسلب وحالة من انهيار الأمن. فجاء بوتين، بوتين كان ردا على كل ذلك. ولذلك لما بوتين جاء فهم أنه حتى يستطيع أن يكتسب الشرعية اللازمة لابد أن يعيد لروسيا نوعا من كرامتها، فبدأ بمحاولة الحوار مع الغرب بجدية في 2007، بتذكروا خطابه في بوخارست وأشياء كثيرة جدا، ولكنه ما نفعت. هجم في جورجيا في 2008 برضو ما زبطت عند الغرب. في 2014 أخذ القرار المكلم، يا جماعة ما بصيروا صلوا على النبي خلينا نتفاهم ونحل مشكلة دونباس وشرق أوكرانيا، ما زبطت، فعمل حرب 2022. طيب احنا يومها الناس قالت خلاص انتهت روسيا. انا اذكر محللينا ما شاء الله جزاهم الله خير اندفعت التحليلات، خاصة التحليلات الرغائبية. الناس انا ممكن اكره بوتين، ما عنديش مانع اكره بوتين، انه والله ملعون الوالدين وقف مع بشار الاسد، كويس جدا وفعلا من حقك ان تكرهه. في فرق بين ان تقرأ العالم قراءة رغائبية بسبب حبك وبغضك للناس، وان تقرأ الامور كما ينبغي ان تقرأ بموازين القوة. من أول يوم كنا نقول هذه حرب لن تربح فيها الولايات المتحدة الأمريكية. ليش؟ اقرأ التاريخ. أمريكا ما بتقرأ التاريخ، انت اقرأ التاريخ يا أخي. في 1942 القوات الألمانية تبعت هتلر كانت مسيطرة على كل أوروبا، وجنود هتلر وصلوا إلى حدود موسكو. تعرف هاي الحقيقة؟ جنود هتلر النازيين وصلوا إلى حدود موسكو، يعني أحياء موسكو تم احتلالها. وكان هناك قرار اتخذ في الكرملين لإخلاء موسكو من السكان، كما وقع في أيام نابليون لما نابليون غزاها، وعمل فيتو ستالين في اللحظة الأخيرة، مع العلم أنه القطار كان جاهز مشان يطلع في ستالين يهرب على جبال الأورال. من روسيا وعمق مرعب، أنت حتى تركب الطائرة من أول روسيا لآخر روسيا بتحتاج 9 ساعات طيران حتى تصل. بالتالي انت لو كنت قوة غازية تريد ان تحتل، ممكن تحتل موسكو. موسكو قريب على الحدود 300 كيلومتر. طب بعد موسكو في عوالم. فانت كانت الخطة الاستراتيجية العسكرية الاولى ايام نابليون بونابرت الانسحاب من موسكو الى جبال الأورال، ثم بعد ذلك التحصن هناك، وبعدين العودة مرة ثانية لما العدو ينهك، وهذا الذي حدث، وبيد جيش نابليون. في ايام هتلر نفس الخطة العسكرية خرجت الى الاجواء، لكن اللي عمل عليها فيتو واحد شخص اسمه ستالين. وهسه ستالين ما في حد لازم مثلا يقنعني انه مجرم، سفاح، قتال كتلة، اعدم ملايين الخلق، دمر امم، ما في خلاف على ذلك. لكن ما حدا يقول لي ستالين كان جبان، او ستالين كان احمق في 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 رده العسكري، او انه جاهل في طريقة تصرفه. هذا الرجل في الأيام الأولى للغزو، في الأسابيع الأولى للغزو الألماني لشرق روسيا، قتل من الجنود الروس كم؟ 6 مليون في الأيام الأولى. والدبابات الألمانية انتهت، العالم فهم أن روسيا انتهت. الجيش الروسي كان يعاني من أزمة غير مسبوقة، لأنه ستالين قبل بكم سنة كان أعدم كل قيادات الجيش الروسي، أعدم مئات الجنرالات. ليش؟ لأنه خسروا في حرب في فنلندا، فيش قيادات، والجيش الروسي مهترئ، وانت طالع عدم مؤاخذة، يعني مش هالدولة العظيمة، دولة زراعية تتحول صناعيا، 100,000 شغلة فيها مشاكل. قررت الدولة ان تواجه، وقرر ستالين ان يقاتل، وبدأ بالزج بجيوشه وادواته العسكرية. نقل الاف المصانع، الاف المصانع، اي مصنع بيصنع اي شيء في الدنيا، نقلوا من شرق اوكرانيا، من اوكرانيا ومن شرق روسيا الى منطقة جبال الأورال، وحول كل الصناعات الى صناعات عسكرية.
إذا كان مصنع بيصنع مع كورونا بده يعمل إشي عسكري، مصنع بيصنع جرارات زراعية بده يعمل دبابات، وهكذا. وفي غضون شهور قليلة بدأ الجيش يتمالك نفسه وبدأت عمليات الرد وضحى ب 22 مليون إنسان، ولكن انتصر ودخل برلين وحدد شروط استسلام ألمانيا وجلس في مؤتمر بوستوم، المؤتمر اللي حضره تشيرشل وحضره مش روزفلت، روزفلت كان مات، ترومان، وقرروا كيف العالم لازم يكون. طيب انت التاريخ هذا بنسوه؟ طيب ما هو بروسيا بيسموها الحرب الوطنية، وهذه حرب ما بكلوش حرب ستالين لعنة الله عليه الذي قتل 22 منا 22 مليون. ما حد بقول لعنة الله على ستالين اللي قتل 22 مليون في حرب ضد ألمانيا، بقولوا لعنة الله على ستالين نقطة، ولكن قيادته للحرب الوطنية في روسيا هي التي أنقذت الكرامة الروسية والاستقلال الروسي. هيك الأمم بتدافع عن نفسها، مش بتقعد تعد بعدين بصير بيطلع واحد يقول لك يا أخي خربت الدنيا ودمرت البلاد والعباد وقتلت البشر. هذه الأمة خسرت 22 مليون، وروسيا في ذلك الوقت ما كانت بحجم السكان الموجود حاليا، هذا الكلام في 42 صحيح؟ طيب اقرأ التاريخ، بوتين معجب بستالين صحيح؟ الدولة الروسية ذاكرتها الجماعية ذاكرة لا تنتهي، من أول ما استلم بوتين كل رموز أداءه التاريخية كانت يرجع إلى بيتر ذا جريت وإلى كاثرين وإلى ستالين، والثلاثة دول شو كانوا يعملوا؟ شو المشترك بينهم؟ صنعوا إمبراطورية وقاتلوا أمم ودخلوا في معارك وانتصروا. وإنت بتيجي بعدين يا أستاذ بايدن بدك تعمل حالك إيش؟ أبو العريف، ما بتزبط. يعني الأمم لها ذاكرة لها. فهنا اليوم الآن إحنا بعد سنتين من الحرب ما الذي يحدث؟ أوكرانيا ليس لديها عتاد. أنتوا اليوم شفتوا اليوم اللي إحنا هذا فيه زار عضو السيناتور الأمريكي جراهام لإقناع الأوكران بتنفيذ قانون التعبئة العامة السريع لأنه بطل فيه مقاتلين. أوكرانيا بتطبق القانون على 25 فما فوق، 25 أظن 35 أو 40. الآن البرلمان قرر قانونا جديدا يطبق التجنيد على كل الناس تقريبا، يعني كل الذكور من حتى النساء، وهذا في مشكلة كبيرة جدا. اليوم عدد المقاتلين الروس مقابل مقاتلين الأوكران 2-1، عدد العتاد الروسي الذي يقذف على الأوكران 7-1، عدد الطائرات التي تخترق المسيرات والصواريخ التي تضرب أوكرانيا كانت تسقط جميعا في بداية الحرب إذا بتذكروا حتى شهور قليلة. الآن متوقع في الأسبوع القادم والذي يليه على الأقل 2/3 ما يطلق على أوكرانيا لا يمكن إسقاطه. لماذا؟ لسببين، الأول لأن أوكرانيا لم يعد لديها عتاد، والثاني أن روسيا أصبحت لديها تكنولوجيا أفضل. روسيا تعلمت من أخطائها، طورت مصانعها، اكتفت ذاتيا من السلاح، وبدأت تتقدم باتجاه استعادة مجالها الحيوي في أوكرانيا. اليوم أمريكا عاجزة عن تفعل شيء أمام أوكرانيا. اقرأوا الصحافة الأمريكية كيف تتكلم عن أوكرانيا. أمريكا أرادت حربا رغائبية في أوكرانيا مش مشان تدافع عن أوكرانيا، مشان تضعف روسيا. فالذي حدث أن قوية روسيا، ليش؟ لأنه الإرادة والعزيمة بتخليك تقوى. أجوا قالوا لهم والله لا غير نجوعكم، كيف بدكم تجوعونا؟ قالوا لهم ما فيش مليون مطالع، الجبن حيتوقف. ها الجبن تبع ليتوانيا، جبن مشهور يعني البطيق، والله ما بتاكلوا منه حبه. طب بلا جدا بكلوا الجبن، راح يعملوا جبن روسي احسن من الجبن الاوكراني الليتواني، صاروا ياكلوا. قالوا لهم والله العظيم انه نظامكم التصنيعي كله زباله والسيارات اللي عندكم مش كويسه. كويس جدا، راحوا عملوا سيارات حسنوا شوي، صحيح مش بجوده السيارات الامريكيه بس كويس، وراحوا على الصين اخذوا منها شوي وكملوا الضغط. قالوا لهم بدنا ناخذكم من السويفت، قالوا يا سيدي بلاش على بركه الله، احنا بنتعامل مع الصين. ارتفعت صادرات الى الصين الى 220 السنه هذه 22 23، 220 مليار دولار حجم التبادل، حجم الصادرات الروسيه الى الصين. والله البترول انه ما حناخذه منكم، قالوا بلاش حنعطيه للهند وحنعطيه للصين وحنعطيه لكل واحد بيشتري وبنعطيهم ديسكاونت. لا ومش هيك بس، الى اليوم روسيا المصدر الثاني للغاز لاوروبا لليوم اللي احنا فيه هذا، ما زالت اوروبا تعيش الى حد ما على الغاز الامريكي رقم واحد. وهنا بعطيك المؤشر انه امريكا خنقت الغاز الروسي، ولكن قالت للاوروبيين تعالوا يا ميت اهلا وسهلا فيكم انا بعطيكم غاز،
بس يعني صحيح غالي شوي، طلع غالي كثير، فصار الغاز الروسي الأمريكي أضعاف الغاز الروسي، وبالتالي روسيا مع هذا صارت شركات تيجي من تحت لتحت تجيب الغاز وتبيعه، ولا لم تنهر، لم تنهر إطلاقا روسيا. انتبهوا، هذا تنبؤ مني يعني. روسيا تاريخيا دولة حضارة، دولة أمة حضارة، يعني تؤمن بحالها أنه دولة ذات حضارة، ووجود الدولة فيها لم ينقطع من القرن التاسع، يعني وجود دولة لم ينقطع من القرن، يعني ما جوش حد احتلوهم وصار مينا زي ما صار فينا في العالم العربي، لا، لم ينقطع وجود الدولة، يعني الدولة فيها ثابتة الوجود. هذه واحدة. اثنين، روسيا دائما عندها نظريتين في التفاعل الجيوسياسي والاستراتيجي. نظرية بتتفرج على الغرب كنموذج يجب احتذاؤه، وهذه النظرية كانت موجودة دائما، يعني كاثرين هذا الكلام قبل 300-400 سنة، كاثرين كانت تترجم كتب فولتير وتقرأها عندها في القصر، هي تتجه نحو الغرب، بس إذا واحد فتح ثمه تقطع رأسه. فولتير بيتكلم عن الحرية والديمقراطية، تقطع رأسه الناس، مش مشكلة بالنسبة إلها. أنا معجب بالغرب، يا سلام ما أروع وما أجمل، وإشي بديع جدا، بس إحنا غير. فأوروبا، فروسيا دائما كانت تنظر إلى الغرب ولكنها تسير نحو الشرق. هذه قاعدة مهمة جدا، ولذلك لما تشوفوا أنه في حضارة روسية فهذا لا يعني أن الحضارة الروسية حضارة غربية، هي حضارة الآن تحاول أن تعيد تعريف نفسها. دائما كانت حضارة أوراسية، اللي هو هي ترى نفسها حضارة روسية، يعني إحنا أوراسيين، يعني أوروبا وآسيا، وإحنا هيك، إحنا حضارة روسية، لا حضارة غربية ولا حضارة شرقية. في أيام الاتحاد السوفيتي كفر الناس بالقيم الاشتراكية الروسية، انتفع الناس اندفاع مبالغ فيه باتجاه الغرب، ولكن بعد ذلك اكتشفوا انه هذا الاندفاع خواء لا قيمة له، بدأوا يتراجعوا مرة ثانية. فأصبح في تيارين في روسيا أيام بوتين، التيار الأول يتجه نحو الغرب، التيار الثاني يرى أن الغرب مصيبة يجب التخلي عنه. السنوات الماضية كانت صراع بين هذين التيارين في روسيا. انتخاب بوتين هذه الأيام بهذه الطريقة سوف يحارب بوتين في الأيام القادمة التيار الأوروبي والغربي، وسوف ينتصر التيار الأوراسي والتيار الذي يقول بالاتجاه نحو الشرق. وحتشوفوا هذا الكلام، بمعنى أن روسيا ستصبح أكثر روسية في الأيام القادمة، وسوف يبدأ التيار المؤيد للغرب بالتراخي والتراجع. وكان بالمناسبة هذا الكلام شفناه، يعني بالنهاية رمز هذا التيار نافالني تم إعدامه أو قتل، يعني قتلوا بطريقة أو بأخرى. فهذه مسألة مهمة جدا، روسيا ترى، بوتين شخصيا يرى أن روسيا آن الأوان لها أن تصبح روسية بالحقيقة، وأن تقطع الأمل في الغرب تماما وتتجه باتجاهات جديدة. طب هذا الكلام وين بودينا؟ هذا بودينا على شيء ثاني، إيش اسمه الصين. في واحد ثاني معجب جدا بهاي النظرية ويعتقد أنه شيء عظيم جدا ورائع وبديع، وجزاك الله خير يا أستاذ بوتين، اسمه شي جين بينغ. شي جين بينغ زعيم الحزب الشيوعي الروسي والرئيس الروسي الحالي، أيضا الصيني عفوا، يؤمن إيمانا قاطعا بأن الصين أمة من دون الناس، من حقه ولا لا؟ عدم مؤاخذة، يعني عندهم 1.5 مليار إنسان وعندهم إشي ما. وانتبه أنه الدولتين قاريتين، في عنا 3 دول قارية في آسيا خطيرة جدا، كل العالم سيدور في المرة القادمة عليهم. روسيا دولة قارية، الصين دولة قارية، الهند دولة قارية، هاي 3 دول راقبها، فكك من التفاصيل، الباقي كله بكون جماعتهم وقرايبهم ولاد عمهم والجيران والفزعة، لكن هؤلاء هي الدول الرئيسية. انتبه لها وانتبه للتحركات الجيوسياسية. أجا أخونا الأستاذ شي جين بينغ قال يا جماعة أنا والله اكتشفت أن الصين برضو يعني غير شكل. كانت النظرية الحاكمة للصين مش زي النظرية الحاكمة لروسيا الاتجاه نحو الغرب أيام ستالين، لا، كانت النظرية الحاكمة للصين التواضع والاختباء والتخفي والابتعاد عن المشهد. هذه أيام كل الرؤساء السابقين. شي جين بينغ قال خلاص يا إخوان ما بكفي هذا الحكي، الآن إحنا يجب أن نستعرض قوتنا مرة ثانية. فبدأت الصين تنتج ما لا يتخيل على العقل الإنساني. إحنا زمان بزمننا إحنا اللي عايشين كنا لما نقول هذا منتج صيني نقول يعني عدم مؤاخذة منتج صيني، مش هيك؟ كنا نستهزئ بالمنتج، مش التلفون يعني، أي إشي صيني نقول الله هذا منتج صيني، حتى التلفون صيني على فكرة أصبح الآن يعني.
في شهر 8 من عام 2023 العام الماضي أعلن بايدن في خطاب رسمي موجه للأمة الأمريكية حالة الطوارئ الوطنية في مواجهة الصين. تعرفوا ليش؟ اكتشفوا أن الصين تصنع ما لا يخطر على بال الغرب إطلاقا، تصنع الكوانتوم كمبيوترز والبايو تكنولوجي والارتفيشال انتليجنس بمعدلات خرافية لا يستطيع الغرب أن يجاريها. كان السبب في ذلك أن الصين في ذلك في تلك الفترة أعلنت عن الجيل الثالث من الكمبيوتر الذي صنعته. شو اسمه يا إخوان الجيل الثالث هذا؟ أنا ناسي اسمه بالصيني. الجيل الثالث من الكمبيوترات الكوانتوم، سرعة هذا الجيل الثالث من كمبيوترات الكوانتوم 100 تريليون مرة أكثر من الجيل الثاني. قام بعملية حسابية معقدة في 1/1000 من الثانية، يحتاج الكمبيوتر السوبر كمبيوتر الضخم الموجود في تينيسي اللي هو أكبر كمبيوتر في العالم، بسموه فرونتير، أكبر كمبيوتر في العالم على الإطلاق، يحتاج إلى كم سنة؟ إلى 20 مليار سنة لحل هذه المعادلة. هنا طبعاً أنا ما بقول لك إنه أمريكا ما عندها كوانتوم، عندها كوانتوم، لكن هذا الكمبيوتر تحديداً كانت صنعته الصين بتكنولوجيا غير مسبوقة، اللي هي إيش؟ تكنولوجيا الضوء، لأنه كل الكمبيوترات تشتغل على 0-1 باينري، والكوانتوم تشتغل على 0-1 تتشكل بشكل سريع. هذا الجيل الثالث بيشتغل على الضوء، والسرعة تبعته سرعة الضوء، بمعنى أنه طبعاً أنت لما تفكر بهاي المسألة وبتقول إنه والله يا جماعة صار عندكم، طب شو يعني كمبيوتر كويس جداً؟ لا، ما هو الكمبيوتر يعني كل شيء. الكمبيوتر يعني الدفاع، يعني الإنترنت، يعني الأقمار الصناعية، يعني تبادل التكنولوجيا، يعني الارتفيشال انتليجنس، يعني حل المعادلات. إشي مذهل، يعني هذا أساس الحضارة القادمة. فأنت الصين أنفقت العام الماضي 13.7 مليار دولار على البحوث العلمية الخاصة بالكوانتوم والبيوتكنولوجي والنانوتكنولوجي والشرائح الصغيرة هذه اللي هي أشباه الموصلات. 13.7، قديش أمريكا؟ أمريكا أقل من النصف. أكثر الصين أنفقت أكثر مما أنفقوا العالم كله، لأن الصين تعرف. والغريب طبعا ليش أعلنوا هم حالة الطوارئ؟ طب ما عندهم أيضا، هم عندهم أشياء كثيرة عظيمة الأمريكان. أنا ما بقول أنه الصين متفردة، لا، لكن أعلنوا لأنه ما كانوا يعرفوا أنه الصين بتعمل هيك. طيب إذا الصين أعلنت اليوم أنها عملت هذا الكمبيوتر، شو في أشياء قاعدة بتنعمل أنا معيش خبر فيها؟ فلذلك أعلن حالة الطوارئ، بموجبها أعلن الحصار الاقتصادي على الصين في قضاء الشرائح موصلات اللي هي المايكرو نانو تكنولوجي، وفي كثير من المنتجات التي تؤدي إلى التقنيات الصينية. وكانت الولايات المتحدة تعتقد أن الصين لن تنتج هذه الشرائح. الصين ردت ببناء مدينة ضخمة فيها آلاف الهكتارات من التصنيع الخاص بالشرائح، واليوم استطاعت أن تفاجئ العالم بشريحة السبعة نانو تكنولوجي اللي حطتها في هواوي الأخير في التليفون، والعالم تفاجأ لأنه كان يتوقع أنه ما عندها أمريكا من الصين هاي التكنولوجيا. لا زال ما عندهاش التكنولوجيا اللي بتصنع أقل من هيك، لكني أستطيع أن أقول لكم، أنا ما معيش خبر، لكني أستطيع أن أقول أن الصين قطعا الآن تعمل على إنتاج شيء أفضل بكثير مما هو موجود لدى أمريكا ولدى اليابان ولدى غيرها من الدول. طيب، في حسابات القوة والضعف، الصين تمتلك اليوم جيش هو الأحدث في العالم، الأحدث، الأقوى من حيث عدد المقاتلين لكنه الأحدث. كيف يعني الأحدث؟ يعني أمريكا عندها على سبيل المثال مثلا حاملات طائرات عدد ضخم، ما بعرف 14-20 حاملة طائرات، لكن حاملات طائرات قديمة جاءت من 60s و 70s و 80s. حاملات الطائرات الصينية ولو أنه قليلة 2 و 3 الآن قيد التصنيع، هذه صنعت الآن، صنعت بالارتفيشال انتليجنس الحديث، صنعت بالميكانيزمات الحديثة، صنعت بالتقنيات الحديثة. الأسلحة النووية الصينية التي صنعت الآن مختلفة عن الأسلحة النووية الموجودة تقليدياً أيام الحرب الباردة. الصين اليوم لديها 400 موقع إطلاق صواريخ نووية باليستية، وهذا أكثر حتى من الصواريخ الأمريكية. الصين اليوم لديها 300 سفينة وغواصة بعضها نووي، 400 الحقيقة، وأمريكا أقل من ذلك بكثير. الصين اليوم لديها تقنيات الآن اللي شغال عليها الساتلايتس
منخفضة الارتفاع من أجل بناء شبكة إنترنت مختلفة عن شبكة الإنترنت العالمية. فأنا ما أجي أقول لك الصين عاملة كل هيك تعمل إنترنت جديد لحالها، معناته يخاف إنه حد يقطع عنها الإنترنت ولا لا؟ عاملة سلاح فرض صوتي، عاملة سلاح لإسقاط الأقمار الصناعية، عاملة الآن تنتج كميات مذهلة من، يعني رقم غريب جدا، انه كل اسبوع تبني الصين محطتي طاقة من الفحم الحجري كل اسبوع. فحم، شو الناس بطلت على الفحم زمان، ذا الصين تعمله ليش؟ اذا واحد قاعد ببني كل اسبوع محطتين فحم، معناته متوقع بالايام واحد يسكر عنده البترول. الصين عندها 50% من انتاج الطاقة الشمسية في العالم، ليش؟ خايفة انه واحد كلهم يا جماعة بدنا نعمل عليكم حصار زي ما عملنا على روسيا. والصين مش زي روسيا، الصين ما عندها بترول، الصين تستورد البترول. إذا بعقلها الباطن الذي وقع في روسيا هو المثال لما سيقع عليه، فخلينا ندرس شو اللي صار ونحاول نحل المشكلات. فيخلف على بوتين انه ورط حاله بهالورطة، ترى احنا مستفيدين. وانا اعتقد انه شي جين بينج كل يوم، وبدريش بيصلي بصليش طبعا لانه شيوعي، بس كل يوم بدعي لبوتين وانه الله يوفقه انه ان شاء الله تطول الحرب كمان شوي، لانه احنا مستفيد قاعدين. الصين كان عندها 1.2 تريليون دولار استثمارات في السندات الأمريكية، لما شافت الحصار الأمريكي على روسيا وتجميد الأرصدة الأمريكية الروسية، روسيا جمدت حوالي 370 مليار دولار لروسيا، مباشرة بدأت تسحب أرصدتها. الآن بتنخفض يوميا يوميا، لدرجة أنه كثير من السندات المملوكة للصين بيعت بأسعار أرخص مما كان الصينيون قد اشتروها بها، لأنها تريد أن تستخلص المال مرة ثانية وتعيد توزيعه وين؟ في الدول الأخرى خارج إطار الاتحاد الأوروبي وخارج إطار كذا. إذن كل هذا ألا يدلك؟ طيب الصين عندها 53% العام الماضي من براءات الاختراع العالمية، أمريكا عندها 10% من براءات الاختراع العالمية، والباقي موزع كل أنحاء العالم، صحيح؟ طيب ألا يدلك أنه في شيء قاعد بيحصل في الصين غريب؟ ومن زمان بيحصل بس الآن بيعلنوه، زمان ما كانوا يعلنوه. دايما أقول لك إحنا والله ترى والله إحنا ما سألين، والله إحنا ما بدنا نقود، أقسم بالله العظيم إحنا بنسلم لأمريكا. بس اليوم لما أنا أقرأ الأرقام وشوف اللي أنت عمالك بتعمله والأسلحة اللي بتسويها وشوف الجيوش الضخمة وشوف إنك أنت عمالك كل كم يوم بتعمل لي مناورات عسكرية بيشترك فيها 600,000 جندي مشان اختراق مضيق تايوان اللي عرضه 110 كيلومتر بين تايوان والصين. آخر دريل عسكري، يعني آخر مناورات عسكرية كانت متى؟ في سبتمبر هذا الماضي، شايف كيف؟ والفكرة كانت كيف يمكن للجيش الروسي الصيني بكل ما فيه من قوة أن يخترق هذا الجدار، أن يقطع 110 ميل باتجاه تايوان. طب ألا ينبئك ذلك أن الصين تستعد لحرب مثل ذلك؟ يعني ما في معقول، يعني أنت تعمل كل شيء مشان تتفرج عليه. أي إنسان بدرس اللي قاعد بيحصل في الصين يفهم تماما أن شي جين بينغ قد قرر، وبالمناسبة ما أنكر وبيحكي كل يوم، إحنا مش مصدقينه، كل يوم بقول ترى يا إخوان أنا بدي أرجع تايوان، والله العظيم لا أرجع تايوان، أقسم بالله العظيم لا أرجع. والأمريكان كلها مستحيل، لا ما بكده مش هيعملها. ليش يعمل؟ لأنه إحنا والله محوطين من كل مطرح. تفضل حوطه يا سيدي. كل المناورات العسكرية الأمريكية نشرت في كتاب مؤخرا من قبل أحد الجنرالات الأمريكان، يقول فيه كل المناورات، قال إحنا ما بنقدر نعمل مناورات في بحر الصين الجنوبي عسكرية، لأنه عدم المؤاخذة عندنا كم حاملة طائرات وكم سفينة عسكرية، بس الصين كل يوم بتعمل مناورات كيف تدخل على تايوان، إحنا مش قادرين نعمل. بقول لكن إحنا استعضنا عن ذلك بمناورات افتراضية من خلال الإنترنت، من خلال الـ يعني شو اسمه assimilation artificial intelligence. بقول في كل المناورات التي قمنا بها حاليا وكل الخطط العسكرية التي قمنا بها كانت أمريكا تخسر الحرب، وهذا حقيقة. يعني أنت بدك تروح تقاتل الصين بدك تخسر، لأنك أنت حتقاتل في الصين. ولما أنا أعمل ردع نووي كصيني أنت مش حتستخدم السلاح النووي، لأنه السلاح النووي مقابل السلاح النووي. وتنساش أنه أنا كمان في واحد حاطه بيدي هيك وماشي معاه اسمه نورث كوريا، شمال كوريا، والزلمي هذا ترى مش مصلي على النبي، كل كم يوم بيضرب صاروخ لما ينزعج الصينيين، ولا أي واحد كله بتوكل على الله بروح ضرب. اليوم ضرب صاروخين فوق اليابان،
باتجاه بحر اليابان. طيب معناته أنت أمام حالة أمريكا أصبحت تفقد فيها القدرة على الردع. هذه نقطة في غاية الأهمية. وين قيمة أمريكا؟ بقوتها على الردع. وين قيمة الدولار الأمريكي اللي حتى الآن على الأقل كذا 80% من التبادلات التجارية العالمية بالدولار عملة الاحتياط الدولي؟ قيمة الدولار مش بقيمة ما تملك أمريكا من أسيتس أو ما تملك أمريكا من ذهب أو ما تملك أمريكا، بقيمة ما لدى أمريكا من قدرة عسكرية على الردع. لما قدرتك على الردع تبدأ مشكوك في أمرها وبيبدأ الناس يتجرؤوا عليه، كل شيء بيبدأ يتفكك، لأنه كل منظومتك العمود الفقري تبعها الردع. لما الردع يبدأ ينخر الأمور بتبدأ إيش؟ تنسل تدريجيا منك. فإحنا أمام هذا الواقع، ويزداد هذا الواقع تفاقما كل يوم. الصين سوف تسيطر على تايوان، أنا لا شك لدي. متى سوف تسيطر الصين على تايوان؟ أنا لا أعرف، لكن قطعا يقول الأمريكيون، وهذا الكلام رسمي بيحكوه في وزارة الدفاع الأمريكية وحكوه أمام الكونغرس، أنه في عام 2025 ستكون الصين قد استكملت بناء جيشها، يعني السنة الجاية صح؟ في ناس قدروا 2027، لأنه حتى عام 2027 ستكون الصين تحتاج أن تسيطر على تايوان، لأنه اقتصاديا الصين أيضا بدأت تضعف. انتبه، شركات العقارات الصينية هذا السنة الآن في حالة إفساد. 65% من شركات العقار في الصين، 65% من ديونها الغربية الآن غير قابل للسداد، 65%، بينما بالمناسبة 21% من ديونها المملوكة للصين غير قابل للسداد. يعني شوف الصين أيضا وين، الشركات اللي أخذت ديون من الغرب الله يجعلهم لا سدوها، خليها تفلس، خلي الغرب يأكل هوا، بس الشركات اللي أخذت ديون من الداخل لا، صحتها قوية، لأن الصين معظم الإقراض حكومي، فبالتالي لما أنت تفلس الدولة بتساعد، بس اللي بروح مستورد من بيجيب من البنوك الغربية الله لا يرده، خليه هو والبنك تبعه يفلس. ففي مشكلة كبيرة اقتصاديا، لكن أيضا تديرها الصين بذكاء. فنحن أمام حالة في الصين تحتاج أن تتوسع وتسيطر على تايوان لكي تصبح قوة حقيقية. الصين تعرف أنها لن تصبح قوة عظمى حقيقية إلا بالسيطرة على تايوان. وما دامت تايوان موجودة، ما دام الأسطول الأمريكي والبريطاني والياباني والأسلحة النووية الموجودة في شواطئ هذه الدول، في 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 أوكيناوا طبعا في اليابان وفي كوريا الجنوبية، المقصود منها الصين، فلحتى تستطيع أن تحسم هذا النقاش يجب أن تأخذ تايوان. ونحن أمام هذا الحالة. في حال يا شباب سمعتوا أنه الجيش الصيني بدأ يدخل على تايوان، بدكم تستعدوا لأزمة اقتصادية لم يعرف لها الإنسان مثيلا من قبل، لأنه في تلك اللحظة الاقتصاد العالمي هاي مش طوشي بين روسيا وأوروبا، لا، هذه طوشي بين رقم واحد ورقم اثنين في العالم، أو رقم واحد ورقم واحد في العالم. فلما واحد وواحد يتكاتلوا معناته علي وعلى أعدائي، فأنا وأعدائي بكون العالم كله، يعني ما ظلش حتى البقية بتكون هوامش. فنحن أمام حالة أعتقد أنه هذه مسألة. ننتقل الآن إلى أوروبا. الإخوة الأوروبيين الله يحفظهم، شايف كيف الآن في وضع لم يسبق له مثيل من الضعف والاستكانة. اليوم بقرأ عن تعداد الجيوش في العالم، في 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 رانكينج للجيوش الأمريكي، الجيوش العالمي اسمه فاير باور، بيعملوه كل سنة مش هيك؟ جلوبال فاير باور. بيتكلم على إنه من الدول العشر الكبرى في العالم ثلاثة فقط أمريكية، ثلاثة فقط غربية، والباقي بدأ يتحول إلى العالم. يعني مثلا تركيا في الرانكينج تبعها رقم 8 في العالم، بينما فرنسا رقم 11. هذا طبعا تركيا الآن تعتبر أقوى قوة على البحر المتوسط، ماشي. هنا أمام حالة تعتقد فيها أن العالم بدأ يتغير، طبعا مش مباشرة بتغير، لأنه المسائل هاي حتى تأخذ وضعها وتتطور وتتحسن الأمور وتتحول من هارد باور إلى دومينانس، إلى هيجوموني، إلى سيطرة، أو من سوفت باور، من قوة ناعمة إلى قوة حقيقية، تأخذ وقت. لكن أنت شوف التيار إن ماشي، التيارات العالمية تسير باتجاه أن الغرب لا سيما أوروبا، يعني أمريكا لسه فيها شوية بتع، لأنه أمريكا ما زالت تعمل بقوة الردع، لكن أوروبا يا حرام لا قوة ردع ولا قوة ما يحزنون. ليش؟
إخواننا الأوروبيين أجوا عليهم الأمريكان قالوا لهم إذا تكرمتوا يا شباب أنتم مع مين بتتاجروا؟ قالوا لهم والله إحنا بنتاجر مع روسيا ومع الصين. قالوا لهم وقفوا يا جماعة، صلوا على النبي ما بنفع أبدا، وقفوا. ألمانيا هي الباور هاوس تبع أوروبا، ألمانيا هي القوة الحقيقية، هي الدينامو للاقتصاد الأوروبي، صحيح؟ 40% مما تنتجه هو أوروبا، ألمانيا، يعني ألمانيا هي الاقتصاد، ألمانيا هي البنك المركزي، ألمانيا هي اليورو. ألمانيا كانت تعيش حالة من النمو الاقتصادي المذهل في السنوات الماضية. النمو الاقتصادي المذهل بيحتاج شغلتين، بيحتاج أولاً ثلاث شغلات، خلينا بيحتاج أولاً سوق، مش هيك؟ بدك ناتج، يعني ألمانيا عدد سكانها ما بيسمح لها أنها تستهلك كل المنتج، فبدها تروح توزع. وين بدها توزع؟ 40% من صادراتها على أوروبا، وبقية الصادرات موزعة بين آسيا، بين الصين وبين الدول الآسيوية. طيب كويس، عندنا سوق الحمد لله، السيارات الألمانية تكتسح العالم، والناس مبسوطة على البي ام دبليو والمرسيدس والبور، والإشي جميل جدا. طيب اثنين، بدي طاقة مشان أشغل مصانع ولا لا؟ الطاقة مجانا كانت تقريبا، جاي من روسيا بأنابيب، نورد ستريم 1 نورد ستريم 2، والغاز بحبحة والمصانع شغالة والأمور طيبة. لذلك أكبر قطاع كان ينمو في ألمانيا قطاع التحويلات من الطاقة إلى البتروكيماويات، أكبر قطاع، وهذا قطاع يحتاج كمية هائلة جدا من الطاقة، الغاز، مشان يحول الغاز إلى أسمدة ويحول الغاز إلى منتجات صناعية أخرى. إذن الطاقة مهمة جدا. رقم ثلاث، بيحتاج إلى الأيدي العاملة. طيب لما نيجي نتفرج على ألمانيا اليوم، ألمانيا معدل العمر في ألمانيا، معدل العمر يعني الأفريج للإيج، مش معدل إكسبكتنسي، المعدل العمر قديش اليوم؟ 46 سنة. يعني لو جبت أي واحد في الشارع مفروض يكون تقريبا 46 سنة. لما أنت تكون معدل العمر 46 سنة، طبعا هذا أفضل من اليابان، اليابان 50. لما تكون بهذا الشكل معناته أنت الآن قطعت مرحلة الاستهلاك، معناته نسبة كبار السن في ألمانيا أصبحت أكثر بكثير من المنتجين، اللي هم كبار السن ما بيستهلكوا وما بينتجوا، بالعكس هم عبء على مين؟ على النظام الاقتصادي. فأنت شو بدك تعمل حتى تعوض النقص؟ بدك تجيب لاجئين. لما تجيب لاجئين شو بصير عندك؟ بصير نازيين، ولما يصير نازيين بصير مشاكل، وبصير تعطيل للنظام السياسي، وبيطلع لك واحد زي 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 هذا البني آدم الآن اللي هو لا بالسد ولا بالرد، بتشوفوه واقف زي الأهبل. للأسف يعني ألمانيا خرجت ميركل وخرجت هذا البني آدم، يعني تبهدل حزين زي الممسحة، أردوغان وقف بهدله، وقف ذيك اليوم أنور إبراهيم بهدله، كل الناس بتبهدل في وقف لا بصد ولا برد. اليوم بس حكى امبارح كلمتين تافهات. فألمانيا العظمى وصلت إلى هذه الحالة التي هي فيه، لا في بشر قاعدين بيشتغلوا عندك قدرة، وبالتالي أي حل اسمه هجرة يعني اسمه تأزم سياسي في البلد. اثنين، الطاقة كانت تيجي من روسيا بكميات هائلة جدا وبأسعار زهيدة جدا، لأنه عبر الأنابيب وقفوها فجروها. هل يعقل في العالم الذي نحن فيه أنه دولة عظمى زي أمريكا، وأمريكا فجرت طبعا، ما فيش حدا يشك في هذا الموضوع، وكل الناس عارف هذا الكلام، مش سهل، أمريكا تفجر أنابيب الغاز وألمانيا اللي تملك هذه الأنابيب ولا كلمة، وتقول أبدا لا والله مستحيل الأمريكان يعملوها، وانت عارف أنه حتدمرك، وانت عارف أنه لما تدخل وجابوا لك غاز أغلى انت اكلت هوا ومصانعك مش قادر على الانتاج. لذلك يا شباب 2023 70% من المصانع الكبرى في المانيا عادت تموقعها من المانيا الى دول اخرى، لانها غير قادره على البقاء جو دفع فاتوره الطاقه، ما بتوفي معها. مصانع السيارات ما بتوفي تطلع سيارات في المانيا، ما بينفع. مصانع البتروكيماويات ما بكفيش اصلا بترول وكيماويات حتى تعمل، ففي مشكله. فهنا المانيا بدات الان تتراجع اقتصاديا بشكل كبير. النقطه الثالثه، الصين هي 300 مليار دولار في عام 2022 تم تصديرها للصين. الصين أكبر مستهلك للمواد للمنتجات الألمانية. بتيجي أمريكا بتتصل في شولدز بتقول والله إذا تكرمت أنتوا شايفينكم كثير بتودوا على الصين، ممكن إذا تكرمت توقف شوي؟ ليش يا عمي؟ ما عنديش أنا غير هيك. لا، ما هو إحنا عاملين حصار، والشركة الأوروبية اللي بتتعاون مع الصين حتى رحنا هنعمل عليها حصار عندنا ونعملها مشاكل، فبغصب عن أبوكم أنكم تمشوا معنا. طب انت مانعني السوق ومانعني ادوات الانتاج وانا في حاله كرب، فبالتالي الاقتصاد ايش قاعد بيعمل؟ منكمش وبتراجع،
وقاعد الإنسان مش قادر يعيش بالطريقة اللي قاعد فيها. إذا ألمانيا التي كانت عندما يحتاج طرف ما في أوروبا مثل اليونان إلى دعم، تيجي ألمانيا تقول له أبشر ولا يهمك، إحنا بنسدد عنك، بنعطيك قروض ميسرة، بنعمل لك حل. إذا ألمانيا نفسها بدأت تدخل في دوامة التراجع الاقتصادي، معنى ذلك أن أوروبا جميعا سوف تدخل في هذه الدوامة بسرعات أكبر بكثير، وهي تدخل طبعا بسرعات أكبر من ذلك بكثير. نحن أمام هذه الحالة. من الذي صنع هذا الواقع في أوروبا؟ أمريكا. أمريكا لا تريد ولم ترد ولم تحب ولم تحب أوروبا أن تكون قوية تاريخيا، ولم ترد اليورو، ولم تنظر إلى اليورو كعملة صديقة، بل رأت أنها منافس للدولار وأراد ضربها من زمان. فجاءت اللحظة المناسبة في موضوع أوكرانيا، وجاءت اللحظة المناسبة في موضوع الصين. ولأن أوروبا ليس فيها قيادات محترمة إلا ما ترونه أمامكم من أشباح قيادية، مشت وراء أمريكا. لذلك الآن أوروبا تحت الاستعمار الأمريكي المباشر، وأنا أتحدى أي واحد استراتيجي في أوروبا ينكر هذه الحقيقة. لا يوجد في أوروبا من يستطيع اتخاذ قرارات جوهرية استراتيجية في القضايا الاقتصادية والقضايا التقنية والقضايا التصنيع والقضايا المتعلقة بالمنظومة الجيوسياسية العالمية بدون إذن أمريكا أو موافقة أمريكا. إذا نحن وين رجعنا؟ إلى استعمار أمريكي لأوروبا. فلابد من أن نعمل حركات تحرر، نسميها حركة التحرر الأوروبية من الاستعمار الأمريكي، وندعم إخواننا الأوروبيين للتحرر من المصيبة اللي هم فيها. أنا هذا رأيي يعني. فعلى كل حال، إذا لاحظتوا في الأيام الماضية، الأسابيع الماضية فقط، الذي وقع في أوروبا كان عجيب. في لحظة واحدة فقط لسبب ما ثار كل المزارعين في أوروبا، من بولندا عبورا بكل وسط أوروبا إلى أسبانيا، كل المزارعين كانوا بالجرارات وبالدب كذا، احتلوا الموانئ والمطارات وسكروا حركة الطرق وشلوا الدولة. ليش؟ لأنه السماد اللي أصله بيجي من وين؟ من الطاقة، أصبح غالي جدا. كويس؟ والشركات الكبرى اللي مملوكة للمالتي كوربور، مالتي ناشونال كوربور الكبير الضخم جدا اللي يملكها 1% من الجشعين، قاعدة بتجيب تغرق الأسواق بأشياء رخيصة جدا، وأمريكا عمالها بتنتج إنتاج أكبر بكثير وبتودع على أوروبا. وهذا المسكين المزارع اللي ما عنده قدرة لا يشتري السماد، ولا عنده قدرة يشتري البترول للجرارات الزراعية، ولا عنده قدرة إنه يبيع منتجه بسعر مناسب ينافس السوق العالمي، قاعد بموت من جوع. فلذلك طلع ركب الجرار تبعه وطلع في الشارع ووقف الطرق وصاروا يصيحوا. كانت يعني أسابيع من شلل حتى المطارات. كنا بنسافر مرات على مثلا على على على, على إسبانيا في ذلك الوقت، قلنا أرجوكم لا، لأنه توقفت المطارات اليوم، المزارعين سيطروا على الطرق وسكروا الطرق المؤدية للمطارات، ما في حد بيسافر. فنحن أمام هذه الحالة وسنراها تتفاقم، ومع هذا التيار سيتفاقم التيار العنصر النازي، لأن العنصرية والنازية كيف تيجي؟ تيجي من حالة الفقر الاقتصادي ومن حالة العنصرية ضد الأجانب، الثنتين الآن موجودات في أوروبا. فنحن سنرى عما قريب حالات جديدة من تفاقم العنصرية باتجاه. لذلك أوروبا حقيقة إذا ويستلاند فعلا، أوروبا هي أرض محروقة الآن في هذه المرحلة، وتحتاج أنه الناس تفكر فيها بشكل أكبر. نيجي مرة ثانية الآن، نرجع شوي لمنطقتنا، نيجي على إسرائيل. أنا كنت أقول دائما وما زلت أقول، إسرائيل وضعها الجيوسياسي والاستراتيجي في العالم تراجع كبير جدا. هذا الكلام من زمان مش من اليوم. والسبب في ذلك أن المنظومة التي صنعت إسرائيل، انتبه، إسرائيل صنعت على عين الغرب وعلى المنظومة، يعني الاتحاد السوفيتي والغرب اثنين اتفقوا على صناعة إسرائيل. وإسرائيل أسستها بريطانيا لما أعطت الإسرائيلي اليهود، أعطتهم إمكانات هائلة وحرمت الفلسطينيين من الدفاع عن أنفسهم. تعرفين القصة، مناش نشرحها من جديد. وأسست الأمم المتحدة عام 1945، ومن أوائل القرارات التي اتخذتها الأمم المتحدة 1947 تقسيم فلسطين. تم تقسيم فلسطين 54% لليهود، وأظن 44% للفلسطينيين، وشوية عملوها دولية خاصة بالقدس. كويس. إذن الذي حمى وأسس ودعم وكون وشكل هذا الكيان هو المنظومة. طب إذا هاي المنظومة تفككت، إذا المنظومة الأم التي بنت الدولة أصبحت الآن
مش فقط ريدندنت، أصبحت الآن تتراجع بشكل يومي وتتفكك، وأشياء جديدة بتطلع احنا مش عارفين شو هي، وأشياء حتطلع ما بنعرف شو هي كمان. إذا معناته أنا سأشعر بقلق وجودي، أنا قلق وجوديا، أنا مش أنا يعني هم، الإسرائيلي سيكون قلق وجوديا، لأنه السند الذي بناه، الحبل المتين الذي استند إليه في بناء هذه المنظومة اللي هي المنظومة الدولية، النظام الدولي الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية بقطبيه السوفيتي والغربي، فعلا لم يعد قائما. طيب لما أنا أصاب بقلق وجودي بتوتر، قراراتي بتصير انفعالية، وبيطلع لي ناس مثل اللي شايفينهم. فمرة ثانية أنا قلت أين تشيرشل من ريشي سوناك، وأين دي جول من ماكرون، أين بن غوريون من هذا الحمار، صح ولا لا؟ من نتنياهو ولا من الجيل اللي بعد نتنياهو كمان، اللي حتشوفهم لسه عمالهم بتشكلوا، اللي بن غفير وسموتريتش. انت عارف يعني لما عدوك تشعر انه قاعد بيفقد عقله ويفقد القدرة على تقدير الموقف السليم وعلى التصرف السليم وعلى قدر ما من العقلانية والحكمة، انت لازم تكون سعيد، لانه هو قاعد بيمشي نحو الحافة. انت لازم دائما بقوله، اذا شفت عدوك يسير نحو الهاوية اياك انك تقول له وقف، خليه يتوكل على الله. شايف كيف؟ فانا اعتقد انه اسرائيل جيوسياسيا واستراتيجيا من عدة سنوات مش من الان في حالة تراجع استراتيجي وجودي، والقلق الوجودي بيطلع لنا الاشكال اللي انتم شايفينها، لانه هاي الاشكال اللي انتم شايفينها هذه مش اشكال بيطلعها مجتمع طبيعي، مجتمع عنده صحة نفسية، مجتمع عنده استقرار وجودي، مجتمع عنده ازدهار حقيقي، مجتمع عنده أمل بالمستقبل. الأمل بالمستقبل ما بيطلع سموتريتش ولا بيطلع بن غفير ولا بيطلع نتنياهو. الأزمة بتطلع، القلق بيطلع، التوتر بيطلع. فإسرائيل تعيش أزمة وجودية حقيقية. فلما جاءت حرب غزة على سبيل المثال، هي ضربت إسرائيل في اللحظة التي تعاني فيها إسرائيل من الأزمة الوجودية الحقيقية. فبالتالي كان رد فعلها رد مش طبيعي، رد مش معقول، رد يعني جينوسايدل، رد يعني مذبحي، مش هيك؟ فهي نقطة مهمة لازم تقدروها. طيب هل إسرائيل اليوم أقوى مما كانت عليه في السابق؟ خلينا نشوف. إسرائيل طول عمرها كانت عندها جيش والجيش يدافع عنها. إحنا قاعدين الآن بنقول إذا ما أجتش الدفعة الجاي من القذائف إسرائيل بتقدرش تضرب على غزة، ولا كل قذائف إسرائيل تقريبا الآن اللي بتضرب فيها على غزة أو جزء كبير جدا منها لا يصنع في داخل إسرائيل. إذا وين قاعد بيصنع؟ في أمريكا، وأمريكا قاعدة، وأمريكا وألمانيا وبريطانيا وما إلى آخره. هاي رقم واحد. طيب أنت اليوم كل المحللين العسكريين الإسرائيليين بيقول لك والله بطل عندنا قذائف، يخرب بيتكم كل هذا الشغل. صحيح هم ضربوا، لكن معنى ذلك أنك أنت لو في حرب ثانية الآن فتحت عليك أنت مخنوق، إلا بحبل من الناس ما فيش مجال يعني. رقم اثنين، قبل كم الشهر الماضي الغواصات الحاملة الطائرات الأمريكية موجودة في البحر المتوسط طلبت إذنا بالانسحاب، خلاص قالوا بدنا نوديها على الصين، نوديها على مطرح يعني بكفي. الجيش الإسرائيلي رفض، قال له مشان الله خلوها. طب ليش؟ ما خلصنا. قال لا مشان الله خلينا، لأنه فبيجوا الأمريكان بوافقوا، بقول لك لأنه الإسرائيليين عندهم قلق وتوتر وحابين نطمنهم. شو عدم مؤاخذة، هي مرة طلقتها وبدك تكتب، شو القصة هاي؟ دولة هاي مفروض يعني عندها أهم جيش في المنطقة وعندها سلاح نووي، وهسعيات أنت جاي بدك تخليهم أش مبسوطين وكذا. معنى ذلك أنه في مشكلة كبيرة، هناك مشكلة في رؤية إسرائيل لنظرية الدفاع عن نفسها. إسرائيل كانت تزعم أنها قادرة على الدفاع من نفسها. طب ما أنتوا كل يوم بتستوردوا أسلحة من أمريكا، F-35 والF-16، وتملكوا أفضل أنواع الأسلحة الأمريكية، وتملكوا أسلحة أفضل من كل الدول العربية مجتمعة، مش هيك؟ هيك النظرية الدفاع الأمريكية، كل دول الطوق لا تمتلك ما تمتلكه إسرائيل. طب إذا كل هذا الكلام مش مطمنكم، بدكم تجيبوا الأمريكان على جنبكم وتخليهم واقفين بس على جنب مشان بس يتصرفوا هيك ويكون عافية عليكم عفارم، شدوا حالكم يا شباب احنا معكم. إذا في مشكلة في نظرية الدفاع عن إسرائيل، وهذه المشكلة أنها انتقلت من الثقة بالجيش الإسرائيلي للدفاع عن نفسه إلى ضرورة أن تدافع أمريكا عنك وإلا بخرب بيتك. طب كويس جدا، هاي مليح، ما فيش مشكلة، أخواننا الأمريكان بيحبوا أخوانهم الروس الإسرائيليين وبيدفعوا بعض الشيء. طب أنت مالك زعلان؟ أنا بقول لك ليش،
أنا مش زعلان أنا مبسوط. ليش؟ أنت يا صيني كنت زمان مادد إيدك على الإسرائيلي وبتقول بدي استفيد منه مشان أصنع نوويات شرائح وأعمل أنوية تقنيات، وماسك العصا من النص، صح؟ اليوم تقدر تمسك العصا من النص مع إسرائيل لما إسرائيل تكشف أنها ليست إلا ذراعا للأمريكان، وأن إسرائيل هي جزء من المنظومة الأمنية الأمريكية، وأن إسرائيل لا تستطيع أن تأخذ من الآن وصاعدا موقفا وسطا في صراع بين أمريكا وبين الصين أوتوماتيكيا، صح ولا لا؟ طيب أنت يا صيني كنت زمان تقول والله إحنا في شراكة استراتيجية تجارية شاملة مع إسرائيل. لما أنا أشوف أنه الشراكة الأهم الآن مع الهند، تقدر أنت تدافع عن هذه الشراكة؟ طب ما هو الهند خصمك، وهذا الهند هو العدو الأكبر للصين في تلك المنطقة، هو البعبع اللي أنت شايفه كصيني أمامك، صح ولا لا؟ إذا معناته فقدت إسرائيل قدرتها على التماهي مع المنظومة وموازين القوة الدولية، لأن من يوم طالع ما بتقدر تقول أنا ماليش خص، أنا والله أنا بحب على الكل، بحبني روسيا بتحبني وبحب روسيا وبحب الصين والصين بتحبني، ما ينفعش، ما بينفع. انكشفت الأمور، أنا كروسي ما بقدر أحبك على المؤاخذة، صحيح أنا ساكت وماشي الحال وبجوز تحت الطاولة، بس أنا بتمنى اللحظة اللي يفتك فيك، وبتمنى إنه غزة تنتصر عليك، وبتمنى إنه تطول الحرب بحيث إنك تخسر أكثر وأكثر. ليش؟ لأنه كل قذيفة كانت تيجي على أوكرانيا قاعدة بتروح الآن على إسرائيل، وأنا سعيد، صح ولا لا؟ ولما تتمرمط أمريكا في حرب مع الحوثيين وتتمرمط في حروب أخرى في البحر الأحمر ومتوقعة ربما في المستقبل، شيء عظيم، الله يخلف على الجميع. بالعكس أنا مستعد، مش بس أدعي لهم، أعطيهم اللي بدهم إياه، خليهم يقاتلوا نيابة عني. طب ممتاز، كلما زاد أعداء أمريكا كلما كان، لأنه أول قاعدة في أي حرب في الدنيا لا تحارب حربين في آن واحد. إسرائيل الآن فتحت لأمريكا جبهة في الشرق الأوسط، وهذا ما تمناه بوتين، وربما كان يعني يرجوه في سره وفي علنه أنه أمريكا تتورط، وهذا ما تحبه الصين وما تتمناه. وكلما زادت حروب أمريكا في المنطقة كلما الصين انتعشت وشعرت أنه عندها ثقة أكبر، ودرست ماذا تفعل أمريكا، وأعدت العدة لقتالها مستقبلا، لأنها تعلم أنها في لحظة ما ستواجه هذا الجيش الذي يمسح بكرامته الأرض. تجرأ على إسرائيل الناس يا جماعة. احنا من قبل عدة شهور الواحد فينا كان روح يلقي محاضرة في الغرب ويتكلم، يعني يمشي الحيط والكل يا رب استيري، صح ولا لا؟ لأنه إذا زدت نتفي بكل أنتسيمتك، الله أكبر، الحق خرب بيتك، أنتسيمتك ما بتطلع منها. هذا سائل اليوم الناس تجرأت على إسرائيل، تجرأت عليها وجوديا، لم يعد هناك هذاك الرعب اللي كان موجود في السابق. تجد الشاب البريطاني أو الشاب الفرنسي أو الشاب الأمريكية يتكلم بجرأة وبصراحة وبوضوح غير مسبوق، وكلك بدك تقول عني أنتسيمتك، قول عني أنتسيمتك، سوي اللي بدك إياه. لا، ويطلع اليهودي يتكلم أيضا على إسرائيل ويقول أنا يهودي وضد إسرائيل. طب هذا الكلام ما صار في تاريخ إسرائيل. هذه القدسية التي أحاطها المجتمع الغربي بإسرائيل انكشفت وانهتك ستوها. هذه نقطة في غاية الأهمية. ثانيا، أنه الاستثنائية الصهيونية في العقل الجمعي الغربي والشعبي انهار، ما في استثناء، خرب بيتهم، ورطونا في 100,000 مصيبة. ولذلك تجد حتى شخص صهيوني، حتى النخاع مثل بايدن بدأ يلقي له طريقة يوري حاله أنه يعني مش بهالدرجة، لأنه تورطوا. هاي مش أسبوعين وثلاثة وأربعة، هاي شهور من الفضيحة أمام العالم، من الموافقة على مذبح، على جينوسايد أمام العالم. لذلك تجرأ عليها الناس، أهينت استراتيجيا، هزمت إعلاميا. اليوم إسرائيل فقدت استثنائيتها وقدسيتها التي كانت تتمتع بها قبل حرب غزة. هذه إنجازات على فكرة، بجوز أنت بتوقع أنه يعني، بس هذا هو حقيقة هي المعركة. لذلك أنا قلت دائما، قلت افهم العالم أولا ثم بعد ذلك احكم على الميدان كيف ترى. قد يزداد عدد الضحايا والشهداء في فلسطين، قد يزداد، أنا أتوقع أن الحرب قد تستمر، ممكن، ويستشهد ناس كثيرين أيضا، ولكن عندما ستنظر يوما من الأيام إلى ما وقع ويقع الآن في فلسطين وفي غزة تحديدا وفي فلسطين عموما على فكرة في الضفة الغربية وغيرها، سوف تجد
أنها هي لحظة التحول الحقيقية، ليست في موازين القوة الفلسطينية الإسرائيلية. أنا فكك من هاي، هذه أنا عمري ما اقتنعت فيها الشغلة على الفكرة. يعني أنا اللي قاعد أمامكم قصة أنه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، هذا أنا بأمنش فيه. في شيء اسمه صراع فلسطيني إسرائيلي، أنا عارف هذا ليس صراع إسرائيل فلسطينيين، هذا صراع بين منظومة صهيونية متحكمة متنبرة استيطانية ملعونة والدين مع منظومة أخرى تريد أن للعالم أن يكون كريما ومعافا. هو صراع مع العرب والمسلمين، هو صراع مع الإنسان أينما كان، مش قصة كل والله فلسطينيين ومتكاتلين مش جيران هيك داكين بروس بعض وبعدين تعال نحمش بينهم، مش هيك القصة. القصة مش صراع فلسطيني إسرائيلي، هذا صراع بين منظومة للفساد، أيقونة الفساد والفشل الاستراتيجي الغربي، وما بين أولئك الذين يريدون أن يحرروا أنفسهم من هذه الهيمنة وهذا الفشل وهذا الفساد الذي قاد الغرب الناس إليه. هيك انظر لها أنت. ولذلك بصير اللي قاعد بصير في جنوب أفريقيا واللي بصير في البرازيل أو اللي بصير في أوروبا وأمريكا، ليش قاعد بصير؟ مش لأنه الناس فقط تتعاطف مع غزة، لأن الناس تريد تتعاطف مع نفسها. هي ترى نفسها فيما يحدث في غزة، هي ترى الفرصة للتحرر من الهيمنة ومن القيود ومن الإرهاب الذي عانت منه من المنظومة الحاكمة للعالم والتي تمثل إسرائيل ثمرتها الأكثر مرارة والأكثر وحشية والأكثر تطرفا. هذه نقطة مهمة. نأتي إلى بقية المنطقة. العالم العربي والعالم الإسلامي حتى هذه اللحظة ما زال لم يتغير شيء كثير بالمناسبة عن العام الماضي، والسبب في ذلك للأسف الشديد أن قراءة الاستراتيجيين العرب الحكام، خلينا نحكي بصراحة يعني، للواقع الدولي ما زالت قراءة رغائبية أو قراءة يعني شبحية فعلا. يعني ينظر إلى أمريكا الماضي وليست أمريكا اليوم. انتبه، أمريكا البعبع الذي بدأ ينفس في العالم ما زال متعشش في عقول كثير من زعمائنا وحكامنا وقادتنا ونخبنا السياسية، مشكلة كبيرة. لذلك قدرته على فهم التحول واضح أنه حتى الآن مش واضح. رقم اثنين، ليس هناك نظرية حتى الآن إقليمية نستطيع أن نبني عليها لإعادة توزيع القوة الصلبة، لأنه أي منظومة دولية في العالم مشان تتغير فعلا على الأرض والحاكم اللي بقعد على الكرسي يشعر أنه رجل قد حاله أو سيدة قد حاله يعني بغض النظر، هذا يحتاج إلى قوة. نحن فقدنا القدرة على إنتاج القوة الصلبة. ليش؟ لأنه مفككين. دولة التجزئة، وخذوها وحكيتها 100 مرة وأنا لا أمل من قولها ويجب أن نقولها كل واحد فينا، دولة التجزئة الموجودة في منطقتنا لن تنتج قوة، ستنتج فقط ضعف وخنوع واستسلام، مش بخاطرها، لن تنتج قوة. فكونا من هاي السالفة. ضروري أن نفكر في نماذج تكاملية بحيث نبني منظومات قادرة على أن تستقل ذاتيا وأن تبدأ ببناء منظومات الاقتصادية ومنظومات الاستراتيجية ومنظومات العسكرية الذاتية، مش لما طيارة برغي منها ما يشتغل وأمريكا ما تبيع نيات طيارة توقف، هذا مش قوة. ليس لدينا القوة الصلبة، ولما ما يكون عندك الدول القوة الصلبة أنت إيدك مكسورة وأنت ضعيف وأنت تستخذي للعدو وبتحاول تسايره بقدر، حتى لو بعت أرضك وبعت عرضك وبعت البلاد كلها شو تسوي؟ لذلك القوة مهمة جدا نمتلكها، والقوة لا تمتلك فرادى في منطقتنا، تمتلك فقط مجموعات تكاملية ودول تضع يدها بيد بعض حتى تجد هذه الفئة من القيادية من النخب السياسية القادرة على بناء هذه المنظومة. حقول لك تعال نحكي عن الشرق الأوسط وقيمتنا، أما اليوم عدم مؤاخذة شو أقول لك عن الشرق الأوسط؟ ايش اقول لك عن دولنا العربيه والاسلاميه؟ وين موقعها في الاعراب؟ قديش والله احنا اللي جالسين على الطاوله، افترض انا قاعد من الصين وروسيا وامريكا والاتحاد الاوروبي والعالم حتى البرازيل والصين قاعدين بخططوا شو بدهم يسووا في العالم. يعني بخطر ببالهم كثير يسالوا قديش والله العرب شو رايهم؟ صحيح؟ ما بيسالوا ببالهم يعني، مشكله. لذلك احنا يجب ان نستفيق، ولذلك حركات تحررنا، جماعاتنا، أحزابنا، نخبنا الثقافية، الانتليجنسيا تبعتنا، إذا ما بدأت تفكر بشكل جديد، لأنه إحنا مستلبين بنماذج غريبة جدا من التفكير، ولا لا وعي استراتيجي ولا وعي تكتيكي، وإحنا قاعدين فقط بنشوف شو بده يصير فينا كأننا نقاد. ولذلك في شيء بده يتشكل الآن. أنا أعتقد غزة
قاعده بتفضحنا. يعني مثلا هل من المعقول انه مظاهرات بريطانيا لا تنقطع، مظاهرات اسبانيا لا تنقطع، مظاهرات المانيا ومظاهرات نيويورك ومظاهرات واشنطن، واحنا عالمنا العربي عدم مؤاخذه نبكي بحسره امام شاشات التلفزه وعند ساعات الافطار وبنقول خلص هذا هو؟ يعني هل هذا الشيء الطبيعي؟ هل هو الشيء المنطقي انه احنا نشوف ابنائنا وبناتنا يذبحوا امامنا على الشاشات، وبعدين مهرجانات الاحتفالات وعزايم رمضان ولقاءاتنا الجماعية كل ماشي الأمور تمام، وعند في خمس دقائق شوية بنشعر فيها بالحزن والبكاء والعويل وخلاص انتهى الموضوع؟ هذا العجز مش معقول يستمر، لأنه هذا العجز سيقود الإنسان إلى شغلتين: إما أن ييأس من الحياة واليأس يؤدي إلى الانتحار أصلا، وإما أنه سيتحول إلى كائن ثائر مدمر منتقم. ولذلك أنا بطالب بالثالثة، أن نحول هذه الطاقة إلى طاقة بناءة حقيقية لإعادة التفكير تبعنا وإعادة بناء الواقع بشكل جديد. وبناء الواقع هذا بده صبر وبده تضحية وبده تفكير وبده رؤية حقيقية، مش بده فقط مجرد كلمات وشعارات رنانة لا قيمة لها. النقطة الأخيرة فيما يتعلق بإيران وتركيا، الدول الرئيسية الموجودة في المحور في المنطقة، يعني إيران تشعر أنها تكسب من المعركة الحالية إلى حد ما. لماذا؟ لأنه في شيئين قاعدين بحصل عند إيران. بتفرج على حلفائي عند الصين وعند روسيا، بشعر أنه أسهمهم طالعة، وهذا كويس جدا، ماشي. اثنين، بتفرج على الإقليم بشعر ما حدا يعدل عدم مؤاخذة عنده تلك، ما عندوش القوة. الشيء الوحيد اللي أمامي تركيا، يعني عسكريا واستراتيجيا وسياسيا بنافسني في العراق، بنافسني في سوريا، بنافسني في المنطقة بشكل عام، وطبعا إسرائيل، وهذا شيء احنا تكلمنا عنه. إذا أمامي تركيا وإيران، هاتان دولتان راسهم راس بعض، بينهم لعبة قائمة على التوازن، دولتان بشعر كل واحد منهم وين حدود الآخر وبشتغل عليها، لكن أنا ما برتاح له، هو ما برتاح لي، لكننا سوف نحاول قدر الإمكان التعايش. لكن لما يمد إيده زيادة عن اللزوم في مكان ما، شوي بضرب عليها، بخليه يتراجع. ولذلك المناورات اللي بتحدث دائما في سوريا، والمناورات اللي بتحدث في العراق او في موضوع حزب العمال الكردستاني او خلافه، كلها لها علاقة بانه انت وين تقدر تزق يعني حدود نفوذك شوي، والثاني بيجي برجعك مرة ثانية الى المكان اللي انت فيه. لكن هاتان الدولتان في هذه اللحظة عاملات حالة من الاستقرار في العلاقة الاستراتيجية فيما بينهما، مع العلم انه الثنتين مش مرتاحات لبعض ولن يرتاحوا لبعض. هذا شيء طبيعي يعني في دول، لأنه كل واحد بتوقع يكون the regional hegemon، هذا المسيطر على الإقليم مستقبلا، وهذه يعني مسألة حتتفاقم. وين إيران عمالها بتشعر أنها بتكسب؟ تشعر أنها بتكسب لما كل الحوثيين قاعدين بيطلعوا السفن من البحر الأحمر وبيطاردوا السفن في الهندي، في المحيط الهندي. هذا مكسب جيوسياسي استراتيجي، لأنه كل يوم بيدخل على الحساب كريدت معنوي إلك، صح ولا لا؟ تشعر أيضا أنك بتكسب لأنه حليفك الرئيس الصين وحليفك الثاني روسيا مرتاحين. ولذلك بالمناسبة أنا في موضوع أوكرانيا أتوقع نهاية الحرب يعني في لحظة ما يجب أن تنتهي، لأنه عمليا مش هتستطيع الدنيا تستمر، برغم كل عنتريات الأستاذ ماكرون قبل أيام لما أعلن في لقاء أو قال في لقاء نقل عنه أنه أنا بدي أودي الفيلق الفرنسي مش رقم ده أودي على أوكرانيا واللي يصير يصير. بعدين ثاني يوم اضطر أن يتراجع ويطلعوا بيان في الإليزي يقولوا لا هو مش هيك قصده، هو يعني بجوز شوي كان مزود العيار، يعني مش هيك صح ولا لا، بجوز شارب له كاسي زيادة على اللزوم يعني، لكن فيش عقل بحكيها. حتى بنفس اليوم أوروبا كلها وأمريكا قالت لا احنا ترى مش هنودي قوات، لا فيش منه. ذاك الحرب أصبحت عبثية مش ممكن تستمر، وأنا أتوقع أن تنتهي. هل ستنتهي قبل الانتخابات الأمريكية؟ ستكون نهاية بايدن، لأنه إذا انتهت الحرب الأوكرانية قبل نهاية الانتخابات هيجوا الأمريكان كل بايدن، هذه عشرات المليارات اللي دفعتها لزيلينسكي وين راحت يا أخوي؟ فإذا معناته أنت بدك إيش؟ هتوكل هوا. إذا ما حتوقف الحرب قبل نهاية الانتخابات. لو كان الأمر لبايدن سيحاول أن يمرر ما هو مطروح الآن أمام الكونغرس من مساعدات إضافية لأوكرانيا حتى يسلك الأمور إلى نهاية الانتخابات. لكن بعد الانتخابات حيجيك، إما حيجيك ترامب وهذا يبدو أنه الآن مرجح،
وترامب اصلا عدم مؤاخذه مش بالع كل الحرب هذه ومش بالع كل الناتو وعنده مشاكل كثيره جدا في رؤيه امريكا للدفاع عن نفسها، او انه حيستمر بايدن وبايدن حيقول خلاص مشان الله وقفوا لنا هالشغله اللي انا مش عمالها تعال يا بوتين اجلس شوفوا لنا حل من هالموضوع، خلي منطقه شرق اوكرانيا ذات حكم ذاتي شوي مستقله، والقرم الله يسامحك فيها خلاص خذها وتوكل على الله، بس ارجوك ما تمد ايدك على اوديسا. كل على فكره كل الاستراتيجيه الروسيه الان ستركز على خاركيف واوديسا. اوديسا ليش؟ لانه اذا سيطر على البحر الاسود انتهت اوكرانيا، ما في اوكرانيا. يعني اذا اصبحت اوكرانيا لاند لوكت بمعنى من دون معابر بحريه، شو هالدوله ولا مؤاخذه؟ شو بدك فيها؟ طب هي قائمه على الصناعه وتصدير المنتجات، وين بدها تروح فيها؟ ترميها في فيش مجال. تنتهي اوكرانيا كدوله لو سيطر على البحر الاسود تماما. ولذلك دائما استراتيجيه روسيا اوديسا. طبعا بوتين هذيك اليوم شفتوه في المقابله اللي عملها قال لك ما هي اوديسا مين بنتها؟ كاثرين ذا جريت. شوف التاريخ، تاريخ مره ثانيه، هو بقرا التاريخ بقول لك كيف يعني، كيف يعني اوديسا مش روسيه؟ طب ما هي بنتها كاثرين ولا مؤاخذه. والقرم هاي احنا حاربنا حروب ضد العثمانيين وسيطرنا عليها، حرب عالمية، حرب القرم 1856 حرب عالمية، كيف يعني ولا مؤاخذة تقولوا لنا هذه أوكرانية؟ شو مالكم انتم تفهموش في التاريخ؟ هذه أرضنا. ولذلك احنا أمام هذه المواجهة. هل بمشي بوتين باتجاه خاركيف؟ ثم خاركيف لأنه إذا سيطر عليها كل شرق أوكرانيا أصبح الآن تقريبا بيده، وإذا قطع النهر الدنيبرا واتجه باتجاه أوديسا انت أمام اختبار هائل للاتحاد الاوروبي. تدخل كحرب تساند الاوكران، وهنا يعني ممكن بوتين فعلا يضربك صواريخ نوويه لانه عماله بيهدد بهذا الشكل، ولا بتسكت وبتشوف لك حل، ولا حيستخدم اوديسا للتفاوض على شرق اوكرانيا والقرن برضه. هذا ممكن، انا بحط قواتي على مرمى حجر من اوديسا، بقول لك تعال جاي اتفق على الباقي عشان انا ما ادخل على اوديسا اذا بدك تحل المشكله. فإحنا أمام يعني شهور حتكون حاسمة بعد انتخابات بايدن. هذا الكلام بنعكس إيجابيا على إيران طبعا، وبالمناسبة بنعكس ربما إيجابيا على مين؟ على تركيا بطريقة أو بأخرى. تركيا أيضا مع العلم أنها شايفة أن الحرب نتيجتها يجب أن لا تكون انتصار روسي كامل ولا هزيمة ولا انتصار أوكراني كامل، لأنه انتصار أوكراني كامل يعني انتصار الناتو الغرب عفوا، وهذه مشكلة كبيرة تركيا، لأنه إذا انتصر الغرب معناته الغرب سيستبيح المنطقة بشكل أو حيحدد قواعد اللعبة القادمة، وإذا انهزمت أوكرانيا تماما وانتصرت روسيا، روسيا حتفرض عضلاتها في وسط آسيا، وعندي 100 ملف في وسط آسيا أنا داخل فيه مع روسيا كتركي يعني، وما بدي أدخل معهم في مرة ثانية. وأنا مرارات العلاقات الروسية التركية تاريخية، هم الروس الأتراك بيقرأوا التاريخ، 13 حرب بين الدولة العثمانية وبين روسيا، أكثر دولة في العالم حاربتها الدولة العثمانية روسيا، وهذا الكلام يعني ما في شك فيه. فلذلك الوضع الطبيعي لتركيا حالة إيش؟ الانتهاء المسألة بدون حرب، بدون انتصار حاسم لأي طرف من الأطراف. نختم بالقول العالم العربي إن شاء الله تعالى في هذه المرحلة القادمة سيبدأ بالتفكير بشكل جديد. أنا متفائل بأنه نحن أمام واقع بإذن الله تعالى سيتغير، وأنا أعتقد أن الطاقة التي شكلتها غزة والثقة بالنفس التي رأيناها في الذين يقاتلون في غزة وفي الضفة الغربية والصمود الأسطوري والبطولي الغير مسبوق والغير معهود، هذا لن يكون هباء، هذا سيشكل رمزيات ستحضر في أذهان الناس. مطلوب منا الآن كيف نحول هذه الرمزيات إلى رؤى وتصورات لمستقبلنا أفضل من حالة الكسل المعرفي والكسل الاستراتيجي، بل أحيانا حتى الغباء الذي يمارس بعض نخبنا في قراءة الدنيا وقراءة واقعهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أنه عندما نلتقي في العام القادم إن أحيانا الله سبحانه أن يكون العالم أفضل مما هو عليه، وأن يكون عالمنا العربي وعالمنا الإسلامي أفضل مما هو عليه، وإنه مرة ثانية ما نراه اليوم مستحيلا يصبح ممكنا بل نحققه، لأنه أنا آمل إنه الأيام القادمة والسنوات القادمة هي أيام وسنوات مباركة سيتحقق فيها أشياء كنا نعتقد أنها لن تحصل، وآباؤنا وأجدادنا ربما ظنوا أيضا أنها لن تحدث،
لكن العالم يتغير وبسرعة، ويتغير إلى الخير إن شاء الله وإلى الأفضل. ويجب أن نكون حاضرين بإذن الله تعالى وجاهزين عندما تحين اللحظة المناسبة لكي يتغير العالم بشكل نكون فيه مشاركين ولسنا مجرد مدعوين للاحتفال. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. طيب احنا الآن عندنا 20 دقيقة مشان بعدين نروح ناخذ نفطر. تفضل يا شباب، في حدا عنده أي رأي أو تعليق أو وجهة نظر؟ تفضل. في حد في صوت عند الأستاذ؟ أعطي الميكروفون. شكرا جزيلا للمحاضرة الطيبة، رؤية واسعة وشاملة وعميقة. ذكرت في البداية أنه موازينكم هناك تعريف غربي الذي لا توافقون عليه، وذكرتم أنكم ستدلون له تعريفكم أنتم، ومرة المحاضرة لن تكون فارغة. النقطة الثانية، في المناسبة السابقة نصحتونا بكتاب المؤلف ري دالو. صحيح. الكتاب كان قيم جدا، أنا قرأته مرتين يمكن ثلاثة، ولازلت متابع المؤلف أنه لازال بينشر رسالة الكتاب عشان القناة. فأتمنى لو تشيروا علينا بكتاب يساعدنا على تطوير مهارة صياغة الأسئلة الاستراتيجية اللي بتحفز التفكير الاستراتيجي نحو إنتاج رؤية استراتيجية. جزاك الله خير. هذا موضوع جدا مهم، وشكرا. يلا مين عنده قد يكون سؤال تالي، ماذا يجرى على الإفطار؟ لا هذه مفاجأة، ما بنحكي عادة فيها. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة. موضوع التهجير عند غزة ونتائج الحرب الحالية، ويعني إلى أين الأمور متجهة حسب وجهة نظرك؟ هل حقيقة مخطط التهجير وموضوع الأحلام والمدن المحلية في مصر وما إلى ذلك، هل هي حقيقة والميناء الآن العمال ويبنى والتهجير عند غزة، يعني مدى دقة هذا الحديث؟ نعم، جزاك الله خير. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. بس سؤال عن تحول في الموقف الفرنسي والبلجيكي والإسباني، شو المحفزات السياسية يعني أو الأسباب اللي خلت الرؤساء نفسهم اللي هرعوا في بداية 7 أكتوبر إنه يحدث بينهم صدام مع يعني نتنياهو بعد أشهر من الحرب، مع إنه الموقف الأمريكي ما زال ثابت وإن كان في صدامات وراء. طيب تفضل أستاذ. السلام عليكم. تعرف بس بسيط بخصوص النظرة على المنطقة العربية وتفاعلها وطريقة تفاعلها مع قضية فلسطين وأحداث غزة حاليا، يعني أنا بس متحفظ شوية على فكرة التفاؤل بأن يحصل تغيير لشيء أحسن في العالم العربي حاليا، وده رأيي الشخصي. يعني من أول ما الأحداث دي بدأت والمنطقة كلها داخلة على نفق مضلم وكله بيحاول يزق الدنيا في الاتجاه بتاعنا، مفيش حد بيحاول والدنيا ما لهاش. بس تعليق. جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. كنت عاوز استفسر ايه سر استبدال مصر القوى الناعمه عن طريق الاعلام والميديا في دعم فلسطين، بينما الواقع بينافي دولة الواقع هي عسكر او جزء من المشاركه في الحصار، وبرضه سر استخدام القوى الاوروبيه القوى الناعمه دعم غزه عن طريق ان هم يصوروا للناس والمجتمع اللي هم بيدعموهم واللي هم بيحكوا بالانسان دوت، بينما هم في الواقع برضه صح. تفضل استاذ. شكرا شكرا على هذه. عندي سؤال هو عن التجاذبات الداخليه الصهيونيه والخلافات الداخليه، ما مدى التعويل عليها في وصول
قوة الكيان الصهيوني اللي بحث الانهيار، هل هو سيكون انهيار داخلي أكثر منه خارجي أم هو خارجي أكثر منه داخلي؟ جميل. فقط في جزء الاقتصاد، يعني الشكل اللي ذكرته للمنظومة في حالة ركود أوروبا رغم حجم الهجرة الكبير لها وانعكاسه على المنطقة العربية الآن، الثروات العربية الموجودة في الغرب وتأثرها بوضع انهيار الدولار بشكل كبير، كيف ممكن يكون شكل المنطقة اقتصاديا أو المعالجة اللي يمكن أن تعمل للحفاظ على موارد المنطقة؟ جزاك الله خير. طيب بارك الله فيكم يا شباب. بالنسبة للمنهج، أنا بالمناسبة عملت مجموعة حلقات تحت برنامج اسمه وزين في تفصيل المنهج الخاص بالقراءة الاستراتيجية والجيوسياسية للعالم لمن أراد أن يعود إليها، موجود على اليوتيوب، فهذه في عدة ساعات يعني مفصلة. لكن باختصار المنهج أنا بسميه المنهج الشامل الذي يشمل كل ما هو متشكل في العقل الغربي من أرقام وإحصاءات وعسكرية واقتصادية وديموغرافية، ولكن يضاف إليها الوعي الجمعي للأمم والشعوب، روح المجتمعات، يضاف إليها الذاكرة الجمعية للتاريخ، وكيف تتفاعل جميعاً مع ما أسميه تيارات الصلابة والسيولة التي تنشأ في لحظات معينة من التاريخ على الأمم. يعني على سبيل المثال، نحن أمة نعرف من نحن، لكن نشأ الآن من 100 سنة يعني في تيار من السيولة في داخل الأمة، لم تعد الأمة موجودة بطريقتها السابقة، موجودة منهجيا ومعرفيا، موجودة في عقولنا وفي أذهاننا وفي أرواحنا، لكنها على الأرض في تجليات الجيوسياسي والاستراتيجي غير موجودة. ليش؟ لأنه جابوا لنا مخترع اسمه الدولة القومية أو الدولة القطرية، وقالوا لنا فكوكم من هذا الإشي اسمه الأمة، وإحنا أصبحنا الآن غير شكل. فلما أصبحنا غير شكل صار في قطيعة، هذه القطيعة تيار من السيولة، تيار السيولة هذا يؤدي إلى إيش؟ معاداة الصلابة. الصلابة يعني القوة والنفوذ والتفكير السليم حول من أنت. فإحنا أنا لما أجي أقول لك أنا فلسطيني وبس، بهمني فقط فلسطين، وانت اردني بهمك فقط الاردن، وانت مصري بهمك فقط مصر، وانت سعودي بهمك فقط السعوديه، فقط انا عمقي كفلسطيني الاستراتيجي موجود في الامه، وفقط انت كمصري عمقك الاستراتيجي الموجود في بقيه مكونات الامه التي كانت تضخ لك المعارف والثقافات والفنون. وانا حكيت هذا الكلام تفصيلا في عده اماكن. لذلك تيارات السيوله لما تطرا على الامم تقطعها عن مواردها المعرفية وتحولها إلى كيانات شبحية غير قادرة على تصدير صلابة قابلة للتحول إلى قوة، فتصبح عالة على العالم، تصبح ضعيف وإنت بتعتقد أنك ضعيف. يعني الغريب فينا أنه إحنا بنكون إحنا شو نعمل؟ What can we do؟ الدنيا هيك بنحكي، مش هيك؟ يعني احنا بنقتنع انه احنا ضعاف، وبصير انه من المفهوم انه لما انت تجلس في جلسة حوار استراتيجي يقول لك هو مين احسن لنا، الصين ولا روسيا؟ يعني هذا السؤال عاجز، احنا مش موجود، احنا بس بدنا ندور على الماستر يكون روسي ولا صيني ولا امريكي، نشوف مين اللي سيكون ارحم بنا وارأف، يشغلنا ساعات عمل اقل ويضربنا اصوات اقل، لكن نحن لا وجود لنا. هذا دليل ليش؟ دليل سيولة تامة في مفهومك الجيوسياسي والاستراتيجي لنفسك. طب أنا يوم الأيام كنت أمة وكان عيب إنه واحد يسأل هيك سؤال، كان العالم يسأل إنه أنا كيف علاقتي مع هذا الكيان الضخم الذي كان يحكم موازين القوى العالمية. إذا معنى ذلك تيارات مثلا روسيا، بوتين يحارب السيولة في الهوية الروسية، شي جين بينغ يحارب السيولة في الهوية الصينية، والسيولة هنا هي الليبرالية الغربية ومحاولات التأثير، مهم جدا. تخيل أنه الحزب الشيوعي الصيني يتبنى الآن نشر الثقافة الكونفوشية في كل مكان في الصين، يعني مراكز الثقافة الكونفوشيوس، تعرف كونفوشيوس رجل يعني فيلسوف زاهد whatever you call him، يعني
مؤسس للثقافة الكونفوشية الصينية. الآن اكتشف الصين اكتشفت أنه التعويل على الثقافة الشيوعية سمح لتسرب الثقافة العلمانية الغربية، خاصة مع وجود الرأسمالية المتمسك بها في الاقتصاد الصيني، مما أدى إلى تمييع الثقافة الصينية. فكان لابد من العودة إلى الجذور، مع العلم أن كونفوشيوس يعني يمثل النقيض ابتداء. فعادت الكونفوشية، الآن الدولة تبني مرة ثانية المعابد والمراكز وما إلى ذلك لتعليم الثقافة الكونفوشية لإعادة تصليب المجتمع، وكذلك يفعل بوتين في روسيا مع الدولة، مع الكنيسة الأرثوذكسية التي يرى أنها عماد صلابة الهوية. وهذا الذي لا نعمله نحن، شايف كيف؟ إحنا ما بنعمله لأنه إحنا محترمين وإحنا كويسين وإحنا حدثيين وإحنا مش عارف مالنا، والدولة بالنسبة لنا بتحارب حتى عناصر الصلابة وتحاول أن تزودنا دائما بمقومات السيولة حتى نصبح لا شيء للأسف الشديد. فالمنهج اللي بقول لك إياه هو منهج دراسة حضارية تاريخية، وكذلك ما أسميه بروح المجتمعات. وروح المجتمعات هذا مفهوم مهم جدا، كل أمة لها روح، والروح هذه عند الأمة عندما تستفزها أنت سلبا الأمة تصاب بحالة من الإحباط والتعب والإرهاق والضياع، لكن عندما تستثيرها إيجابيا بتشعر أنه هذا الذي كنت تظن أنه قد مات، هذه العزيمة التي كنت تظن أنها قد اختفت، هذا البأس الذي كنت تظن أنه تحول إلى حالة من العجز فورا ينتفض. هذه الروح بدك تفهم وين روح الأمة حتى تستطيع أن تخاطبها بروحها. وأنا أزعم أن روح الأمة العربية الإسلامية، العربية طبعا والإسلامية كلها، هي الإسلام من حيث المبدأ، وما في طريقة أخرى. يعني حاولنا أي شيء ما بتزبط، يعني ما حتزبط. وعندي يعني محاضرة على فكرة عن هذا الموضوع في موضوع المناهج، كيف أنه المنهج الليبرالي ما استطاع يقدم بديل لا إلي ولا للغرب ولا للشرق، ما فيش مجال. يعني ما يعني مش بقول هيك لأنه أنا والله بحب الإسلام، لا أنا بقول لك هيك لأنه هذا الواقع. يعني أنا لو جابوني من المريخ وما ليش علاقة بالعالم الإسلامي وقعدت أتفرج ودرست اللي قاعد بيحصل، حاجة أقولهم يا شباب أنتوا عندكم عناصر صلابة ليش رامينها؟ عندك منهج، ليش منت عدم مؤاخذة مش مخليه ينمو؟ ليش انقطع هذا المنهج عن النمو وصل له 150-200 سنة؟ ليش الأفكار الأساسية في الاقتصاد الآن إحنا بنتبع النظرات النيو ليبرالية في الاقتصاد؟ ليش إحنا لما كنا ندير العالم 700-800 سنة ما كانش عندنا اقتصاد؟ مش كنا شغالين كويس؟ ليش ما كانش عندنا نظريات؟ فقط آدم سميث عملنا نظرية جديدة في الاقتصاد وكلنا لازم نكون تلاميذ عنده؟ طب ما كان عندنا، ما كانش عندنا نظريات في الحكم؟ ولذلك فيش نظام سياسي في العالم إلا النظام الغربي؟ طب كنا كيف ندير الدنيا العاد؟ أنا بقول لك كنا ندير الدنيا بشكل صح في زمانه، لكن برضو هذا الشكل الصح من ما لأنه انقطعنا عنه ورميناه وسكرنا عليه بعلبي وحطيناه في الجرور، مش عارفين نطوره. لا طورنا نظرياتنا الاقتصادية التي تنتمي لنا ولا نظرياتنا السياسية التي تنتمي لنا، ورحنا لأي شيء جاهز مصنع بمقاسات مختلفة عن مقاساتنا وجبناه ولبسناه لحالنا واعتبرنا نحن صرنا محترمين وحدثيين وما زبطتش معنا. هاي رجعنا لنقطة الصفر، وجدنا حنا عاجزين نبكي أمام شاشات التلفزة مش قادرين نعمل شيء. أليس هذا دليل على أنه في شيء غلط؟ زي ما بيقول إخوانا السوداني في عوجة في الموضوع، وعوجة حقيقية وليس مجرد عوجة بسيطة. بالنسبة للكتاب الذي أنصحكم فيه، أنا الحقيقة أود أن أحصل على كتاب إيمانويل تود إذا كان أحد يستطيع أنه يكون وين موجود، وأتمنى أن يترجم بشكل أسرع لأنه أعتقد أنه من أفضل الكتب. لكن من الكتب اللي قرأت مؤخرا وشعرت أنها مفيدة في كتاب اسمه ما بعد الليبرالية، وهذا كتاب كتب في 94 لأحد الفلاسفة الغربيين، وأعتقد أنه يستحق القراءة لأن فيه أفكار جوهرية حول طريقة فهم الحضارة الغربية وتفاعلاتها فيما بعد الحرب الباردة، موجود باللغة العربية مترجم. يعني بالنسبة لتحجير أهل غزة، اللي حصل في موضوع حرب غزة كالتالي، أنه كل واحد كان في عنده صفطة يعني إيش صفطة؟ يعني حزمة رزمة من الخطط والمؤامرات والاقتراحات والأوهام والأماني، أجي طلعها وحطها على الطاولة. واحد فكر لازم نهجر الغزة، هاي خطة تهجيرها على الغزة، بدنا نذبح على الغزة، هاي خطة كذا، بدنا نسوي هيك في الضفة الغربية كذا، بدنا المسجد الأقصى نحوله مش عارف مين كذا. الكل قدم
ما لديه ما في جعبته. ما الذي سيحكم فيما إنه هذا سيتحول، هذا المشروع سيؤخذ به أو لا يؤخذ به؟ الذي سيحكم على ذلك هو في حقيقة الميزان الأرض، الميزان الواقع على الأرض. بالضبط، إذا صار عندك صمود وثبات في الميدان كل هذه الخطط سوف يعاد النظر فيها. وإحنا شفنا من أول يوم أجا السيد بايدن على تل أبيب، ذاكرين هذا الحكي؟ واجتمع مع مين؟ مع الكابينت تبع الحرب، صح؟ اجتمع مع مجلس وزراء الحرب، يعني في رئيس دولة عظمى جاي أنت تجتمع، هو أعلن الحرب بايدن ودق على صدره وحلف باليمين العظيم أنه أنا داخل معكم بالمليح والعطلي، وهذا اللي صار. بعد شوي شاف الشغلة ما زبطه، بدأت تتراجع الأمور. كانت الخطة الأولية اللي أعلنها بايدن نفسه هو القضاء على حماس واجتثاثها ومش عارف مين وفرض أمر واقع جديد. الآن فيش حدا بيحكي هيك، الآن ما حدا بيتكلم على القضاء على حماس إلا نتنياهو طبعا ومع سموتريتش وبن غفير، لكن حتى وزير الدفاع الإسرائيلي بدأ يقول يا جماعة ترى خلينا نكون واقعيين، القضاء على حماس مش ممكن، بس خلينا نفكر بطريقة نستبدل إدارة القطاع بحكومة جديدة بشغل جديدة بواقع جديد، نجيب السلطة الوطنية الفلسطينية، نشوف حد ثاني، نجيب عملاء، نجيب عشائر، كل الأفكار موجودة مشان إيش؟ نتحايل على فكرة القضاء على حماس، لأنه تبين لي أن القضاء على حماس غير ممكن. إذا خطة القضاء على حماس كانت مطروحة لكن لم تتحقق، خطة التهجير كانت مطروحة لكنها لم تتحقق ولن تتحقق برأيي في الوقت الحالي. خطة الآن العالم إبقاء، العالم الغربي أنا أقصد هنا الولايات المتحدة الأمريكية، إبقاء حالة ما من الشعور بأنه أنا قاعد بعمل اللي بقدر عليه، والله بودي قاعد شحن، طبعا أنت تتكلم عن شحن تافهة من الغذاء يعني لا قيمة لها، المقصود منها إعلامي فقط. بايدن داخل في انتخابات، والانتخابات هذه فيها مشكلة كبيرة جدا أن الناس بتسب عليه كل ما يروح على مكان، وفي ناس عمالهم قاعدين بيقول لك أنا uncommitted، بمعنى أنا كجمهوري لن ألتزم بالتصويت لبايدن. ليش يا عمي؟ لأنه بايدن شريك في حرب إبادة، فأنا لازم أوري، عفوا لما أكون ديمقراطي فأنا لازم أوري كبايدن إشي، ما أقول والله يا جماعة ما قصرنا، هايش الحمد لله رب العالمين، شفتوا الأكل كيف نزل على غزة، وبدي أبني ميناء وأجيب بعد شهرين شحنات من الطعام التافه الذي لا قيمة له. كل هذا الذي يحدث هو سيناريو امتصاص الفشل، فأنت اللي أمامك مشروع فشل، فشل تماما، وقاعدين إحنا بنحاول، هم قاعدين بيحاولوا، كل واحد يشوف طريقة لكي يزين الفشل وحتى لا يبدو الفشل فشل. لكن اللي فاضحهم نتنياهو، لأنه نتنياهو قاعد بيطلع كل يوم بيقول ترى إحنا إذا ما عملنا هيك معناته انهزمنا في الحرب، ولكن كب وسكت بيقولوا يا جماعة خلص معنا خلص اسكت مشان نحاول نحلها، لا بدنا نعملها. فهم مجنين من نتنياهو، ليش؟ نتنياهو فاضحهم، يا أخي أنت فشلت خلص أوكي ممكن مرة ثانية، يعني الله بعين المرة هاي تصبر بعدين بتبني جيشك بتستفيد بتحارب مرة ثانية بتقضي عليهم إن شاء الله وتفر يعني من الناس. لكن أمم، وهذا الفرق بين الأمة المصطنعة والأمة الحقيقية، الأمة الحقيقية بتنهزم. الفرس انهزموا أمام الإسكندر المقدوني سنة عام 332 للميلاد قبل الميلاد، صح؟ شو صار؟ دخل الإسكندر المقدوني حرق عاصمتهم والملك انقتل وتزوج بنت الملك وحالي خربت الدنيا، اليونان اجوا سيطروا. بعدين شو صار؟ في فارس وما فيش فارس، ظل في فارس قعدت 1300 سنة. الأمة حقيقية، الأمة الحقيقية ما بتنكسر. احنا دخلوا علينا المغول ابادوا مليون واحد في 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 بغداد، وابادوا 20 مليون في اماكن اخرى من العالم في ذلك الوقت. شو صار؟ ظل مسلمين وعرب وراحوا اجوا، ظل عراق ولا لا؟ ظل. هاي أمم حقيقية لا تهتز، الهزيمة لا تعني نهاية وجود الأمة، لكن بالنسبة إسرائيل هم الهزيمة بالنسبة لهم تعني بداية نهاية الوجود، ولذلك مش قادر يوقف، لأنه فاهم هو أمة مصطنعة، أمة عايشة على قارب مطاطي منفوخ شوية هواء وفوق المي، إذا نفس غرق، مش زي الأمم اللي عايشة وعندها عندها عندها أرضها وعندها أبائها وأجدادها المدفونين فيها من آلاف السنين وعايشين فيها لأنه أرضنا. شفت كيف؟ هاي بتختلف عن هاي، فلذلك مشكلة الهزيمة عنده هي مشكلة النهاية، بينما الهزيمة أساسا في عند الأمم المحترمة ماشي، يعني ممكن تنكسر لكن تعاود مرة ثانية النهوض. التحول في الموقف الغربي، الفرنسي أول شيء بدأ زي ما بدأ بايدن وحاول يزود عليه، مش هيك؟
لكن طبعا بيختلف هذا الكلام عن الإسباني. الإسباني بالأساس الحكومة يسارية، والحكومة اليسارية أخذت موقف من البداية شوي متشكك لأنه قواعدها اليسارية. بالمناسبة اليسار العالمي، وأنا حقيقة أقول هذا الكلام بصدق، إحنا كأناس عرب مسلمين لازم الآن نشكر اليسار العالمي ونوقف معهم. وبصراحة أنا يعني قبل أيام كان عندي كلمة في مؤتمر الاشتراكية الدولية اللي صار في بورما عبر يعني الزوم، وجهت فعلا هذا النداء، نداء للاشتراكيين في العالم كله، إنه هذه هي اللحظة المناسبة لتحالف، من تحالف الجنوب الإنساني، ليس تحالف بالضرورة دول حكومات، لكن تحالف نحن كبشر. أنتم عانيتم من القهر الرأسمالي والقهر الاجتماعي والقهر السلطوي الغربي، نحن عانينا أيضا، وهذه لحظة التقاء بيننا وبينكم، في لحظة مصلحة حقيقية بيننا. التيار اليساري اليوم واقف إلى جانبنا، وأنا بتقديري هؤلاء الناس يجب أن يشكروا ويجب أن يستوعبوا. إحنا لازم نتخلى عن فكرة التحالف بيننا وبين بعض، إحنا فينا إحنا بدنا الآن نفكر بتحالفات إنسانية عابرة للثقافة، عابرة للأديان، عابرة حتى للمعتقدات، مهمة جدا، لأنه هذه اللحظة اللي أنت بتقود فيها قاعد، وغزة تبعتك، يعني هو واقف معك، مش عارف كيف، هاي أنت بتحتفي فيها، أنت صاحب البراند. لما تكون أنت صاحب البراند اللي بيجيك بدك تحتضنه، مش تقول له بدير بالك بس أنا بينه وبينك في مشاكل، لا مش وقته، احتضنه. وإحنا ما صار عندنا عولمة لقضية مثل القضية اللي صارت في غزة، ما صار في قبل هيك عولمة، يعني هذه قضية عولمت لدرجة أنه العالم كله صار يعني حابب أنه يعرف شو قاعد بيصير بغزة. فلذلك أرجوكم يعني اللي عنده علاقات مع الناس في الغرب، في الشرق، في أستراليا، في جنوب أمريكا، في إفريقيا بالذات، القوى اليسارية قوى تستحق منا أن نتواصل معها، في بيننا وبينهم خلافات لا شك في ذلك، ولكن أعتقد أنه في هذه اللحظة من التاريخ بيننا وبينهم التقاء حقيقي. النظرة، الموقف، المواقف هذه كلها تتغير، وكل ما كل يوم تصمد في غزة، كل يوم تصمد في غزة، نحن نقترب سنة من إنهاء كيان هذا الكيان، كل يوم. انتبهوا لهذا، صحيح ثمن متعب مرهق مدمر لنا ولهم ولكل الناس، لكن حقيقة هذه الحقيقة. اليوم لحظات الصمود هذه، كل صمود لنا في غزة يعني أننا نقترب أكثر من نهاية هذا الكيان. النظرة إلى المنطقة العربية تفاؤل أم تشاؤم؟ شوف يا أخي، أولا أنا من حيث المبدأ أتفائل، لأن الله عز وجل طلع الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا تفائلوا بالخير تجدوه، وبعدين قال إنه بشروا ولا تنفروا. حقيقة أنا برأيي إنه دائما في طريقة استراتيجية لرؤية الخير في كل شيء. مع يعني أنا أعتقد إنه مش بس دينيا، يعني بصراحة لأنه أنا دينيا عندي قراءة لآيات الله عز وجل في الكتاب، يعني ربنا لما يقولنا إن مع العسر يسرا، ويرد يقول إذا مش مصدقين تبتقلكم كمان إن مع العسر يسرا، وفي آية ثانية يقول قد جعل الله بعد عسر يسرا، ثلاث مرات يأكد لنا يا جماعة كل عسر بيطلع ثلاث يسر، ثلاث أضعافه من اليسر. أنا ما بشوفها مجرد تشجيع نفسي، أنا براها بموازين القوة أيضا، لأنه أنت قاعد بتبني قوتك وبتبني حقيقة شرعية وجودك في العالم من اللي قاعد بيحصل. لذلك أنا متفائل، مش بالضرورة بعد بكرة، أنا حكول لك حيكون في عنا في عالمنا العربي مصايب، حيكون في عنا ثورة جياع، حيكون عنا في ثورات ناس غاضبين وناس ناس ناس بدهم يدمروا كل شيء لأنه مش قادرين عليه وعلى أعدائي، لكن هذا سيكون ثمن أيضا نحن سندفعه من أجل أن نعبر هذا النهر يعني الآسن إلى شيء جديد. أنا ما عندي شك في ذلك، لأن أمتنا هذه ما بتموت، وحقيقة عندنا عناصر نهوض. إحنا نتفرج على حالنا، العالم العربي والإسلامي عندنا كمية من الشباب غير مسبوقة في العالم كله. بالمناسبة نحن المجتمعات الأكثر فتوة في العالم، نحن المجتمعات الآن الأكثر تعلماً، ترى بدأت الناس تتعلم في الغرب، صار التعليم حتى يتراجع بشكل كبير. نحن الأكثر حرصاً على أن نستوفي كرامتنا، المسترخي ما عنده دافع، إحنا عندنا دافع، كل واحد فينا عنده مشكلة شخصية بيعتقد أنه بده يعمل إشي، وإلا احترامه لنفسه، احترام مراته إله، احترام أهله إله، احترام العشيرة إله مش كامل، رجولته ناقصة، صح ولا لا؟ ففي عنا دافع، وهذه مسألة مش بسيطة،
بدكم تفكروا فيها أيضا. فأنا أعتقد أنه إحنا سوف نتجه توجه إن شاء الله تعالى في العالم العربي لشيء أفضل ما نحن عليه. وأنا أوصيكم دائما أن أن تروا الخير في كل ما في كل مأساة وفي كل ضعف وفي كل لحظة انكسار، دائما في خير بدك تفكر فيه. مرات ما بنلاقي، لأنه يسبق على المرء، يسبق إلى المرء داعي الخوف وداعي القلق وداعي التوتر وداعي العجز عن داعي الصمود وداعي الثبات وداعي التأمل في الخير والتأمل في المآلات. ولذلك بدنا نفكر فيها دائما المآلات. لما ربنا يقول لك اصبروا وصابروا ورابطوا، مش اصبروا، اصبروا، بس إذا مليتوا من الصبر صابروا، مليتوا من المصابرة رابطوا، واتقوا الله لعلكم تفلحون، لعلكم تفلحون. إذا في فلاح في الآخر، بس المسيرة شوف كم فيز قدامك. ما بنفعش إنه الأمور تيجينا على طبق من ذهب. نحن لسنا حواريي عيسى لتنزل علينا مائدة من السماء تطعمنا أولنا وآخرنا ونقول يا رب ما أحسننا وأمورنا كويسة. ما مش هتصير الدنيا هيك، صارت مرة معجزة بس مش اليوم، هذا مش هو يومنا. يومنا يوم المصابرة والمكابدة والمجاهدة والثبات إن شاء الله تعالى. فبالتالي بدنا هذه الروح، وهذه هي عناصر الصلابة اللي بحكي عنها القاعد. أنا صلي فترة إنه إحنا ذوبنا عناصر الصلابة وحولناها إلى سيولة غير قابلة أن تعيد لنا ما ضاع منا ولا أن توفر لنا حتى المستوى الكريم يا أخي الإنساني العادي. طب ما هو البني آدم بده يكون شوية كرامة، يعني شوية مش كثير بس شوية، مش شوية هاي مش موجودة. فهذه النقطة. القوة الدول العربية التي شاركت في الحصار، والدول العربية التي شاركت في إمداد إسرائيل بالبضائع، والدول العربية التي فعلت هذا وذاك، كلها نابعة من الفكرة الجوهرية اللي أنا حكيتها قبل شوي، إنه إحنا شو بدنا نقدر نعمل؟ ما في باليد حيلة، مش قادرين، بنحاول مع أمريكا، بدنا نقنعهم، بدنا نشوف حل، بدنا نشوف طريقة. هذا إذا أحسننا الظن، وإذا أسأنا الظن بقول لك يا عم خلوهم يذبحوهم يخلصوا منهم، أصلا لما يذبحوا حماس أحسن لنا، ما إحنا معركتنا مع كل هالتيار هذا. يعرف كيف؟ ففي للأسف الشديد عندنا مثل هذا وعندنا مثل هذا. عندنا من يشعر بالأسى ولكنه عاجز، وعندنا من يشعر بأنه ربما هي تكون فرصة مناسبة، أو ربما حتى في البدايات يعني كثير منهم شعروا أنه ربما تكون هاي فرصة مناسبة للتخلص من هذا الناس وإعادة بناء الكيان الفلسطيني بشكل جديد وبنتصالح مع إسرائيل وأمورنا بتكون طيبة والحمد لله رب العالمين. طبعا هذا كله يعني غباء استراتيجي وضعف، لأنه إسرائيل لن ترضى عنك. المشكلة أقول لك والله لو أنه إسرائيل فعلا كيان محترم بيجي إحنا بنيجي بنتواصل معها، بيجي هم هذول اللي بدهم يطبعوا، بجوز تقول والله يا أخي يعني شو بدهم نسوي، راح بيستثمر منه بيستفيد منه. يا جماعة مش محترم، مش هيعطيك إشي، بالعكس حيسعى لإفشالك، حيسعى لضعفك، لأنه يعرف إنه حضرتك مش موجود للأبد، ويعرف إنه الشعب اللي وراك مش مبسوط منك، ويعرف إنه شرعية النظام قائمة بالأساس على كرامة الإنسان، وكرامة الإنسان لم تقبل بقاء هذا الإذلال الموجود الآن فيه. بالتالي أنا صحيح أنا يعني بجوز مبسوط منك كشخص وكفرد وكزعيم، بس أنا عارف أنك أنت مش قاعد لي، فبالتالي أنا بدي أضعف دولتك مشان اللي يجي بعدك ما يقدر ينهض، فأنت مش هتستفيد، بس هتلعب في التاريخ وتخرب بلدك. فشو بدك توجع الراس؟ خليك يا أخوي مستور وقاعد على حالك، ما حد طالب منك تحارب، بس على الأقل احترم ذاتك وتحترم تاريخك، احترم مستقبلك يا أخي. بلاش الناس في المستقبل يقولوا أبو رغال، مش عارف السبع أبو رغال. يعني هذه النقطة. أختم بالقول التجاذبات الداخلية، انهيار الداخلي والخارجي. شوف الانهيار هو بهذه التبادلية، ما هو الضغط الخارجي بيعمل تفكك داخلي، والتفكك الداخلي بيعمل ضعف خارجي. وهذا شوف كتب الله عليهم، يعني في هذه الحالة اللي أنا شايفها أمامي سياسيا واستراتيجيا الإسرائيليين، يعني كتب الله عليهم حالتين. الحالة الأول النزاع الداخلي الشديد، وأنا شايفه يعني أنتوا شفتوه قبل 7 أكتوبر، مش معقول الوضع كان، يعني كان على وشك الانفجار، حتى هناك من لوح بحرب أهلية في داخل إسرائيل. فإذا في حالة إنه الأولى إنه في نزاع داخلي، في شقاق عميق أعمق بكثير مما نعتقد، لكن النظام تبعهم قادر على ضبط أن الشقاق هذا إلى حد ما بقدر، لأنه عندهم نظم ما قادرين أنهم يسيطروا على الخلافات الموجودة. النقطة الثانية الموجودة اللي تنخر هذا الكيان بشكل أكبر، إنه هذا كيان كريه لكل الناس. يعني ربنا وضع يعني عجيب بالقصة، ليش؟ لأنه يشكل كل يعني
لكل إنسان لكل فئة من البشر في جانب سلبي في هذا الكيان، يعني يمكن لهذا الإنسان أن ينسجم معه. يعني معنى، إذا أنا ضد العنصرية في عنصرية في إسرائيل، إذا أنا ضد قتل المواطنين الأصليين في قتل المواطنين الإسرائيليين، أنا ضد الاستعمار في استعمار في إسرائيل، ضد الأبارتد في أبارتد في إسرائيل، ضد الاستعلاء والتجبر في العالم فيه، ضد أنه حد يتدخل في بلادي، إسرائيل تتدخل في بلد كل الناس، ضد أنه إسرائيل أنه أنا كإنسان في مكان ما في العالم واحد يجي يقول لي شو تحكي في التاريخ وشو ما تحكي في التاريخ، هذا بيجي بيقول لك لا بدك تحكي هيك وتحكي هيك. يا أخي مش معقول، يعني لا حرية تعبير، لا تفكير، لا مساواة، لا عدالة، لا احترام للتاريخ، لا إنسان، تزوير، مش ممكن، مش ممكن، هذا كيان مش ممكن، هذا كان عاش بقوة استثنائية للحظة تاريخية معينة توج الغرب فيها إنجازاته المخزية بأن أسس هذا الكيان، بس هذا غير قابل للبقاء لأنه مش معقول، مش ممكن. يعني الفطرة السليمة للبشر مش بس إحنا كعرب ومسلمين، للناس هيك ما بتقبل هذا الشيء، ما بنفع أنه أتدخل فيك، أنا أحدد لك الرئيس اللي بيجي عليك وتدخل في الطريقة اللي بيحكي فيها أعضاء الكونغرس، وهذيك اليوم واحد بيحكي كلمة أنا بدخله على المحكمة بحجة أنه معادلة سامية وهذا بذبحه، مش ممكن، يعني مش ممكن. العالم بالنهاية يقول لك يا أخي حل عني، مش هيك القصة. فأنا رأيي أنه مقومات الانهيار داخلية وخارجية معا، والداخل قاعد بغذي سوء السمعة في الخارج، والتخاذل عن نصرة إسرائيل من قبل القوى اللي الآن بدأت تقفز من الـ من الـ من السفينة سيؤدي إن شاء الله إلى مزيد من التفكك في الداخل بإذن الله تعالى. وأختم بالقول أنه نحن أمام حالة ركود اقتصادي، طبعا عالميا هذا الكلام حيصير. إحنا في العالم العربي هل هو مفيد ولا غير مفيد، وكيف نحل؟ كيف نحل؟ بأنه نحل داخليا، يعني معنا في جزء كبير جدا من منظومتنا الأخلاقية لازم تطلع لبرا، محاربة الفساد. يا اخواننا احنا معظم ثرواتنا رايحه بالفساد، ترى مش رايحين لنا نحن فقراء مش عارفين ناكل، لا احنا لانه في عندنا نخب فاسده، فمحاربه الفساد بيرجع لنا شويه فلوس. ثم التكامل الاقتصادي بين الدول، في دول عندنا غنيه في عندنا دول فقيره، طب التكامل الاقتصادي بيعمل تكامل حقيقي، الاستثمارات للدول الغنيه في الدول الفقيره، انا دائما هب احكيها وبعيدها مره ثانيه، لا يظنن احد ان الثراء الفاحش لدول بعينها يعني الامن، بل الثراء الفاحش للدول بعينها يعني غياب الأمن الاستراتيجي بعيد المدى فيما لو تغيرت موازين القوة. حتى تثبت أمنك الاستراتيجي وأمنك الوطني لابد أن يكون عندك عمق استراتيجي، فعمق الخليج الثري هو المشرق اللي مش ثري، عمق الشمال في جزيرة العرب هو اليمن، يعني عارف شو قصدي؟ فأنت اصلا بتدافع عن نفسك لما بتيجي تستثمر وبتقوي شعوب وامم العالم العربي، لانه بتعمل لحالك عمق استراتيجي، وهذا العمق الاستراتيجي بيعطيك امن بالمستقبل، لانه اذا تغيرت موازين القوه في العالم طلعت للصين وبحدها هند، والهند حاطه عينها وبتتفرج على حالات الثراء الفاحش الموجود والثروات الهائله، برضه بجوز تفكر افكار شريره. الناس بتفكر ترى، ديروا بالكم. ها، فبالتالي انا حتى امن نفسي بدي عندي عمق الاستراتيجي الأمني. وين عمقك الاستراتيجي الأمني؟ بعمقك العربي، انك بدك تستثمر في عالمك العربي وتقويه وتثبته ويصير عندك منظومات تكاملية ترتقي بينا، بحيث انه بكرة ما حدا مد ايده علينا، واللي بيمد ايده نقطعها، مزبوط ولا لا؟ ففكروا بهذا المنطق، مش منطق انه صدقة وبدي اتبرع وبدي اساعد، لا، منطق انه انا بدي ابني كيان أنا بسميه المركز جيوسياسي استراتيجي حقيقي، في المال وفي الرجال، في الثروات وفي بنفس الوقت إيش القدرة والفاعلية على بناء المستقبل والتفاؤل بالمستقبل. وهذا الكلام مش هيكون موجود لما يكون في عدم توازن في توزيع الثروات وتوزيع الكفاءة البشرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يجمعنا معكم على خير إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.